بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة، احنا موجودين دلوقتي في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. زي ما حضراتكم شفتوا البوابة اللي احنا لسه داخلين منها دلوقتي كانت هي البوابة اللي احنا أو اللي هتشوفوا زيها إن شاء الله في التجمع الخامس اللي هي بالفعل قائمة. النهاردة هنتكلم أكتر عن ماذا يفعل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة علشان يعمل مقر رابع أو خامس للنادي الأهلي في التجمع الخامس. الحقيقة كل اللي بيحصل خلال الفترة السابقة لازم نشكر عليه المجلس السابق والمجلس الأسبق، لأنه دائما في النادي الأهلي كل الأجيال بتسلم بعض، كل مجالس إدارة النادي الأهلي المختلفة بتسلم بعض، ده بيعمل حاجة وده بيكملها وده بيكملها، أشياء كتيرة جدا. وده دايما كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتكلم، يتكلم عن السابقين، دائما يقول إن هم اللي بدأوا وإحنا اللي بنكمل واللي بعدنا هيكملوا اللي إحنا بنعمله دلوقتي. هذه هي سنة الحياة داخل النادي الأهلي، دائما يظل النادي الأهلي في مكان تاني، دائما يظل النادي الأهلي في أخلاق بأخلاقه ومبادئه في دايما في مكان تاني. زي ما قلت لحضراتكم البوابة اللي أمام حضراتكم دي احنا كنا داخلين منها من شوية، هي البوابة الرئيسية في فرع اهو بالظبط كده زي ما حضراتكم شايفين في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. أنا دايما أحب ما بحبش أقول فروع أو فرع، أنا أحب أقول دايما مقر، لأن النادي الأهلي بكل مقراته في الجزيرة هو المقر الرئيسي، ثم الشيخ زايد هو مقر، أما مدينة نصر أيضا مقر، ثم التجمع الخامس وهو أيضا مقر، لأن كل واحد فيهم اللي 50 واللي 60 واللي 53 واللي 28 فدان. أنا بتكلم على كمية أو مساحة الأرض اللي موجودة، وبالتالي عندما ترى ماذا يحدث في التجمع الخامس من النادي الأهلي، الحاجات اللي أمام حضراتكم دي وأنتوا قاعدين بتتفرجوا عليها لكل أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي ولكل أعضاء الجمعية العامة اللي خارج النادي الأهلي من حقهم إن هم يفتخروا بما يروه. اللي حضراتكم شايفينه ده كل ده على أرض الواقع، كل ده موجود بالفعل على أرض النادي الأهلي في مقره في التجمع الخامس. مراحل كتيرة جدا الحقيقة، وأنا بتكلم امبارح وبسأل عشان أعرف إيه اللي حصل عشان نصل إلى هذه الدرجة الرائعة. طبعا لسه في استكمال للإنشاءات ولسه في أمور أخرى، ولكن إحنا أول بأول وعدنا حضراتكم اللي إحنا هنوريكم إيه اللي بيحصل في كل مقرات النادي الأهلي. بنوري لحضراتكم عندنا كرة قدم وعندنا كرة سلة وعندنا ألعاب كثيرة جدا، ولكن والكل بيهتم بهذه الألعاب والكل بيهتم بتطوير هذه الألعاب، ولكن لا أحد ينسى من مجلس إدارة النادي الأهلي ما يحدث. يجب أن يكون هناك طفرة إنشائية وعد بها مجلس الإدارة الحالي وبيستكملها من خلال مجلس الإدارة السابق، وبالتالي الوعد بيحاول مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي أن هو يلبي أو ينفذ هذا الوعد من خلال اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي. اللقطات دي كلها طبيعية، يعني زي ما كان دايما الإعلان القديم بيقول اللقطات اللي انتوا شايفينها دي كلها طبيعية، بالفعل هي لقطات موجودة لفرع أو لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. حاجة جميلة جدا، حاجة محترمة. شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على التطور الواضح في الإنشاءات داخل مقرات النادي الأهلي المختلفة. النهاردة أنا بتكلم مع حضراتكم على مقر النادي الأهلي في التجمع، لكن إن شاء الله الأيام القادمة إيه اللي بيحصل في الشيخ زايد، هنوري حضراتكم إيه اللي بيحصل من بنية تحتية رائعة في الشيخ زايد، إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وإيه اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. أشياء كثيرة جدا جدا وتطور إنشائي كبير جدا في النادي الأهلي وفي كل مقرات النادي الأهلي بيقودها مجلس إدارة واعي ومحترم، وشايفين هم بيعملوا إيه ومش بيعملوا كده تفضلا أو شكرا، لا أبدا، ولكن ده واجب عليهم إن هم يعملوا كده لكل الجمعية العمومية الداخل النادي الأهلي واللي بيكونوا موجودين عشان يشوفوا هذه أو يستفيدوا بهذه الإنشاءات. والجمعية العامة، ما هو الناس اللي بره النادي الأهلي اللي هي لا تملك النادي، لا تملك كارنيه دخول النادي الأهلي، اللي هم 70-80 مليون أهلاوي، 70-80 مليون أهلاوي دول لما بيشوفوا خلال الحاجات دي من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال شاشة النادي الأهلي ومن خلال الشاشات المختلفة،
من حق حضراتكم ان انتوا تفتخروا بناديكم، من حق حضراتكم ان انتوا تفتخروا بكل ما يحدث. ايه العظمه وايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ خلي بال حضراتكم ده جزء لسه بقيه الاجزاء اللي بتحصل وبينتهي او بينتهي التطوير فيها. اول ما ينتهي التطوير فيها هنوريها لحضراتكم، لانه واجب علينا نوري حضراتكم. واحنا كاعضاء الجمعيه العموميه بنبقى فخورين، يعني انا بتشرف ان انا بكون في الناحيتين، من اعضاء الجمعيه العموميه وايضا من اعضاء الجمعيه العامه. اعضاء الجمعيه العامه اللي ليهم دور كبير جدا جدا في فخرهم بناديهم. مفيش مشكله لما يبقى عندنا بعض الامور اللي حضراتكم شايفينها، الجمهور النادي الاهلي او الجمعيه العامه في النادي الاهلي شايفاها خاطئه، مفيش مشكله، اللي نحاول نطور دايما. وده اللي دايما بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي دايما بينظر ليه مجلس اداره النادي الاهلي. انا عايز اقول لحضراتكم لانه في حاجات هتبان لما يتم افتتاح هذا المقر، هنوري حضراتكم قد ايه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود ونائبه الاستاذ العمري فاروق وامين الصندوق الاستاذ خالد مرتجي وبقيه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، قد ايه هذا المجلس تعب جدا 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 عشان يصل باللي حضراتكم شايفينه او للمنظر اللي حضراتكم شايفينه. ايضا قد ايه المجلس السابق اللي له كل الاحترام وله كل التحيه بداوا في الورق وابتدوا يعملوا في الورق ويمشوا في الورق عشان يقدروا يوصلوا للتراخيص اللازمة. أمور كثيرة جدا 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 نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن إن شاء الله خلال الفترات القادمة هيكون معانا المسؤولين اللي دخلوا أو اللي عملوا أو اللي شاركوا في هذا الإنجاز الرائع. الأهلي أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس هو مش نادي، هو نادي ولكن المنطقة اللي حواليك، بصوا حضراتكم المنطقة اللي حواليك عاملة إزاي. النادي الاهلي منذ ان وجد النادي الاهلي طبعا المنطقه اللي حوالين النادي الاهلي ارتفعت اسعارها 3 او 4 او 5 او 6 اضعاف الاسعار اللي احنا بنشوفها. فالمنطقه اللي حوالين النادي كلها بالكامل بتبقى هي دي قيمه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي لما يكون متواجد في احد المناطق. اللي حضراتكم شايفينه ده تطوير ودور مجتمعي، هقول لك دور مجتمعي طبعا. النادي الاهلي بيبحث عن أفضل حاجة لأعضائه وأفضل حاجة لأعضاء جمعيته العمومية وأفضل حاجة لأعضاء الجمعية العامة عنده، ولكن هو دور مجتمعي تطوير المكان. تخيل حضرتك لو النادي الأهلي مش موجود في هذا المكان، المكان ده هيبقى عامل إزاي؟ تخيل كده وخلينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل. بص لحضرتك، الشغل على قدم وساق، الشغل على قدم وساق، حاجة جميلة جدا. أنا امبارح وانا قاعد بتفرج على الحمد لله قناه النادي الاهلي هي اللي مصوره هذا الفيديو، وقاعدين بنتفرج على اللي حضراتكم شايفينه، كلنا سعداء. الواحد بقى فخور كده ان انا قاعد حاطط رجل على رجل كده وفخور ومبسوط ان انا عندي مجلس اداره وعندي بيحترم جمعيته العموميه، بيحترم الجميع، بيقول لهم انا هعمل كذا وبيروح يعمل، بيروح يعمل وبيروح النادي وبيشوف ايه اللي بيحصل. وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب بنفسه وكل اعضاء مجلس الاداره بيبقوا او هيبقوا متواجدين خلال الفتره اللي جايه. اقوال وافعال وليست اقوال فقط. حضرتك عارف يعني ايه 50 او 53 فدان تمنهم ايه في هذه المنطقه؟ هل حضرتك عارف؟ انا بشوف ان هذه الارض لا تقدر بتمن. هتقول لي 8 500 600 مليون، اقول لك لا، بالنسبه لي هذه الارض ارض النادي الاهلي لا تقدر بثمن. ما ينفعش اقدرها ب 500 600 مليون، هي 500 600 مليون اول ما النادي اشتراها، لكن دلوقتي ثمنها ايه؟ هيبقى قاعد فيها اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، موجود عليها اسم النادي الاهلي. فشوف بقى، شوف الاسعار هتبقى عامله ازاي وشوف الارقام هتبقى عامله ازاي. ومع ذلك مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان هو يظل عشان حضراتكم او المساعده او الناس كلها تيجي وتشترك، ان مجلس اداره النادي الاهلي قال لك كل حاجه تفضل زي ما هي من الناحيه الماديه، يعني لغايه لما نشوف الجمعيه العموميه اللي جايه. لانه من حق كل جمهور النادي الاهلي ان هو يشوف. ليه انا بتكلم بحماس وبحب؟ لان انا شفت اللي بيحصل، شفت الارض دي لما كانت ارض تراب، أرض فاضية، أرض عالية، وبعدين نزلت إزاي، والرخص كانت ماشية إزاي، والأمور كانت ماشية إزاي، لغاية الآن، لغاية اللحظة اللي أنا بشوف حضراتكم أو بشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وهو بيتمشى
في جزء لو بسيط حتى من مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. فبالحقيقة بوابة رائعة وحاجة رائعة، عشان كده أنا كنت مصر النهاردة، أنا كان نفسي أطلع بالحاجات دي امبارح، لكن النهاردة أنا كنت مصر أن الحاجات دي تكون معايا، كنت مصر أن أنا بنفسي أخش من البوابة دي علشان كل جمهور النادي الأهلي يخش معايا من بوابة النادي الأهلي مقره، وفي مقره الجديد في التجمع الخامس اللي هيتفتح إن شاء الله قريبا. طبعا كالعادة هننتظر علشان نعلن لحضراتكم الافتتاح الرسمي لمقر التجمع الخامس هيكون امتى، ولكن ان شاء الله انا اتخيل ان هو هيبقى قريب جدا جدا جدا. شكرا مجلس ادارة النادي الاهلي، شكرا للجمعية العمومية للنادي الاهلي اللي دائما بتسعى لتطوير ناديها. الناس اللي موجودة في الجمعية او اعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين دول يتحطوا على الراس، لانهم هم الاساس في كل شيء. وصدقوني حضراتكم ان الجمعية العمومية، إذا كنت بتكلم عن الجمعية العمومية، فبالتالي الجمعية العامة اللي هي الناس اللي بتشجع أو الجمهور اللي بيحب النادي الأهلي من قلبه ولكن لا يملك كارنيه النادي الأهلي، الجمعية العامة للنادي الأهلي دي يعني تستحق أحسن من كده مليون مرة، مليون مرة. بص حضرتك البوابة عاملة إزاي، بص دخلة البوابة تحسسك بالهيبة، تحسسك إن أنت داخل النادي الأهلي مش نادي آخر. وبالتالي يعني الحقيقة يعني شغل رائع جدا، إن شاء الله نستمر أو يستمر مجلس إدارة النادي الأهلي في إن هو يكمل مشواره بهذه المنظومة أو في هذه المنظومة الرائعة. الكل متناغم، الكل على قلب رجل واحد، كابتن محمود الخطيب، السيد العمري فاروق، السيد خالد مرتجي، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ الدكتور محمد شوقي، الأستاذ محمد الضماطي، الأستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد سراج، الدكتور محمد سراج الدين، الأستاذة مي عاطف، الأستاذ محمد الغزاوي، الكل الحقيقة على قلب رجل واحد علشان حضراتكم تشوفوا البوابة اللي أمام حضراتكم دي. وأنا بشكر الحقيقة القسم الجرافيك اللي عندنا اللي عمل لنا هذه البوابة في أقل من 24 ساعة علشان كل جمهور النادي الأهلي يشوفها من خلال شاشته، شاشة قناة النادي الأهلي. أنا حبيت بس أن أنا أبدأ مع حضراتكم في هذه أبدأ مع حضراتكم في بهذا الشكل الرائع وبهذه البوابة الرائعة، ولكن في النهاية يظل دائما أهلاوي أنا والفخر لي. أهلاوي أنا والفخر لي، أنا نادي القرن في القارة وأنا ليا، وأعيش وأموت وأفضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. لا 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 لا. غيرنا كل السيت اب علشان نوري بس لحضراتكم هذه البوابه الرائعه. انا عجباني جدا، تحفه انشائيه ومعماريه رائعه. شكرا جزيلا لكل من اجتهد علشان نطلع لحضراتكم هذا الشكل الرائع اللي احنا دخلنا بيه، جرافيك واوجمانتد محطوط على الشاشه، حاجات بتبقى صعبه جدا وبتحتاج بنا من هنا من طاقم القناه، فانا بشكرهم الحقيقه على الهواء مباشره لانهم يستحقوا الشكر من امبارح للنهارده بسرعه جدا، وكل ده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي يكون موجود معانا. كله يبقى موجود معانا، وطاقم المصورين طبعا والمخرج، كل الناس يعني، انا مش قصدي، انا قصدي كل الناس اللي شاركوا في ان المكان يظهر بهذا الشكل، لانه انا كان نفسي ان كل جمهور نادي الاهلي يخش معايا ويتمشى داخل بوابه النادي الاهلي في مقره الجديد في التجمع الخامس. وان شاء الله ان شاء الله دايما نبقى مع حضراتكم اول باول عن كل شيء. هتكلم بس عن التجمع الخامس؟ لا، هنتكلم عن الشيخ زايد واللي حصل في الشيخ زايد من تطور، واللي حصل في مدينة نصر من تطور، واللي حصل
في الجزيرة من تطور كل حاجة هنتكلم مع حضراتكم فيها خلال الأيام القليلة القادمة. فمرة أخرى الحقيقة جمهور النادي الأهلي، الجمعية العمومية والجمعية العامة للنادي الأهلي دائما ما تستحق مثل هذا الشكل. الحقيقة برضو النهاردة كان، لأن ما عندناش مواضيع كتير نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن كل اللي عايز أقوله حاجة واحدة بس، عشان برضو كل من أو كل جمهور النادي الأهلي اللي قاعد بيتفرج علينا يبقى عارف، إذا كان هناك صفقة عايزها النادي الأهلي فالنادي الأهلي بيحاول على قد ما يقدر. يعني إيه؟ يعني النادي الأهلي بيحاول إن هو عايز إسلام، فبيحاول إن هو يجيب إسلام. ليه؟ لأن المدير الفني عايز إسلام. هذه هي طريقة النادي الأهلي وهذا هو أسلوب النادي الأهلي في الصفقات. طالما موجود مدير فني، المدير الفني هو اللي بيبقى بيجيب الصفقات وعايز مين. هنجيبها إزاي أو مش هنجيبها إزاي؟ النادي الأهلي دائما ما يبذل كل مجهود في كل شيء علشان يستطيع أن يلبي كل احتياجات المدير الفني في كل الصفقات اللي هو عايزها. وأنا بتكلم تحديدا عن الصفقات، بتكلمش على حاجة تانية، بتكلم على الصفقات. طيب البعض حاول أن، مش طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي، حاول أن ينتقد أن النادي الأهلي ما عملش غير 3 صفقات حتى الآن. وأنا قلت لحضراتكم من بدري جدا، أنا على فكرة لكل المتابعين لبرنامج البيت الكبير الحمد لله والشكر لله دايما بلاقي ممكن يبقوا زعلانين في الأول شوية، ولكن بعد كده يرجعوا يقولوا لي أنت عندك حق، الكلام اللي أنت قلته هو اللي صح. قلت لحضراتكم من شهر شهر ونص أن إحنا ما فيش داعي لعدد كبير من الصفقات، النادي الأهلي ما عندوش، يعني عندنا مجموعة كبيرة ومحترمة. ده مش كلامي بالمناسبة، ده كلامي وكلام كل محللينا داخل قناة النادي الأهلي وخارج قناة النادي الأهلي. الكل بس قال أن مجموعة اللاعبين المحليين داخل النادي الأهلي محتاجين ياخدوا راحة، وده اللي حصل. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أن السنة دي بالنسبة لي أنا متفائل جدا، مش عايز حضراتكم، بالعكس عايزين كلنا نقف مع نادينا. الفترة دي لا تحتاج إلا الوقوف مع نادينا، لأنه في حاجات كتيرة جدا 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 هتبان، ولكن مع بداية الموسم هطلع أقول لحضراتكم أو أتكلم مع حضراتكم في فلان الفلاني وعلان العلاني ومين عمل إيه، بس يعني إن شاء الله كله في وقته، كله في وقته. هتقولي ليه ما تتكلمش دلوقتي؟ هقول لك لأنه هذه هي سياسة النادي الأهلي، هذه هي سياسة النادي الأهلي. وبعدين بيني وبينكم يعني من النهاردة بقى المفروض ما نتكلمش في حاجة، نتكلمش غير في حاجة واحدة فقط، مباراة يوم 9، يوم الحد الجاي. أنا النهاردة الثلاث، 4 5 جمعة سبت، والمباراة يوم الحد، الفرقة مسافرة يوم الخميس إن شاء الله. يجب أن يكون الجميع في ظهر نادينا، الكل نقف. جبنا مدير فني محترم له سمعة محترمة، نتمنى له يا رب كل التوفيق. هتقول لي هو أنت بتقيمه أنه هو جيد؟ آه بقيمه أنه هو جيد بالسيفي بالكتابة، لكن شغله في الملعب أنا مش هقدر أقول، شفت شوية شغل في الملعب لكن مش هقدر أتكلم عنه. هو وانطباعات اللعيبة طبعا، هو هيتكلم عن نفسه إن شاء الله يوم 9، إن شاء الله يوم الحد اللي جاي هو كمدير فني يتكلم عن نفسه. وجمهور الأهلي فاهم وواعي وعارف كويس قوي، فاهم وواعي وعارف كويس قوي، عارف كل حاجة وواعيين لكل حاجة. علشان كده أنا بقول لحضراتكم إيه، خلينا ننتظر ليوم 9، وبعد يوم 9 ننتظر ليوم 15. أنا لما نيجي نتكلم عن أي مدير فني جديد بنتكلم عن يعني 4 5 6، يعني من 6 7 ماتشات ل10 ماتش، وجهة نظري. أديكوا شايفين اللي بيحصل في ليفربول. ليفربول جابوا مجموعة لاعبين جدد دخلوا الفرقة مش عارفين يخشوا في الفرقة لغاية دلوقتي، مش عارفين، سواء نونيز أو مع أنه أسماء إيه، 80 مليون استرليني و 90 مليون استرليني مش عارف إيه وكلام من هذا القبيل، ولكن الناس مش عارفة تخش في الفرقة. يعني قبل ما أنزل كانت النتيجة ليفربول ورينجرز 1-0، أرنولد جابه من ضربة أو من ضربة حرة غير مباشرة أو ضربة حرة مباشرة، أنا آسف. فالحقيقة أبو صلاح الحمد لله والشكر لله ربنا فتح عليه بيقولوا لي دلوقتي وجاب الهدف الثاني، وبالتالي خلينا ننتظر، خلينا دايما الفترة اللي جاية صدقوني هناك حرب شعواء، حرب شعواء على النادي الأهلي في السوشيال ميديا، ومن وللأسف الشديد
في يعني عايز اخد بالي من كلامي، انا اسف، لكن للاسف الشديد هناك البعض كان من محبي او من عشاق او من مؤيدي النادي الاهلي، نقول زي ما تقول، ودلوقتي بيطلعوا يقولوا كلام اقسم بالله انا كنت بسمع عكسه بوداني دي مش حاجه تانية. لكن اوكي، كل واحد حر وكل واحد يقول رايه، لكن صدقوني النادي الاهلي ملوش غير جمهوره فقط، هو من يقف خلفه، هو من يقف خلف مجلس ادارته، هو من يقف خلف فريقه، هو من يقف خلف لعيبته. هو ده اللي انا عايزه من حضراتكم خلال هذه الفتره. بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، خلينا نروح من تونس مع دكتور جمال الجرحي، مدرب تونسي ومحلل فني. كلمنا اكتر عن فريق اتحاد المنستيري وهذا الفريق اللي الكل الحقيقه بيشيد بادائه في السنوات الاخيره او في الموسم اللي فات تحديدا. كابتن جمال، ازي حضرتك يا فندم وسعداء بوجودك معانا. مساء الخير كابتن اسلام. تصحيح فقط، جمال الحاجي طبعا مدرب ومحلل تونسي. مرحبا بك كابتن اسلام. اهلا بك. مرحبا بالجماهير الكبيره للاهلي المصري الفريق العالمي ولكل متتبعي قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا فندم. الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت الكل الكلام، او عندنا هنا في مصر والاهلاويه كلهم بيتكلموا عن مباراه النادي الاهلي ضد نادي اتحاد المنستيري. شايف هذه المباراه ازاي؟ وبما ان حضرتك يعني الاقرب الى نادي المنستيري، قول لنا برضو ايه اللي بيحصل والامور ماشيه ازاي هناك. لعبوا، انا اللي انا عارفه ان هم لعبوا ماتشين وديين، ايه اللي حصل في هذه المباريات؟ هو بطبيعة كابتن إسلام قبل الخوض في هذه المباراة أردت أن أقدم بعض الأرقام. مواجهة الأهلي ضد الاتحاد، تفضل يا فندم. ستكون المواجهة رقم 48 لفريق الأهلي مع الأندية التونسية. طبعا في 47 مباراة سابقة انتصر الأهلي في 22 مناسبة وتعادل في 15 وانهزم في 10 مرات، سجل 49 هدف وتلقت شباكه 35 هدف. طبعا قدوم ومرور الأهلي دائما مع ومباراته للأندية التونسية يعتبر حدث هنا في تونس طبعا، والتنافس الكبير بين كرة القدم التونسية وكرة القدم المصرية لا تستحق لأي تقديم. طبعا مباراة أنا أعتبرها ليست ككل المباريات، لأنه تعودنا أن نشاهد الأهلي يواجه الترجي أو النجم مزبوط. أو الصفاقسي التونسي. هذه المرة سيواجه فريق طموح جدا اسمه الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري هو فريق عريق في تونس، تأسس منذ سنة 23، منذ سنة 1923 أنجب عدة لاعبين ومدربين معروفين، أبرزهم طبعا قيدوم وشيخ المدربين الأفارقة والعرب فوزي المنزرتي. طبعا الفريق يعيش حدث مهم جدا، أولا بترشحه لأول مرة لمسابقة أبطال إفريقيا، أول مرة الاتحاد المنستيري يتواجد ضمن هذه المسابقة العريقة. ثم الحدث الأبرز حسب اعتقادي هو ملاقاته أحد عمالقة القارة الإفريقية ألا وهو الأهلي المصري. طبعا المدرب السربي داركو نوفيتش تحدث كثيرا على هذه المباراة وقال أن مباراة الأهلي في حد ذاتها حدث، والأهلي فريق قوي وعريق، لكن أنا سأحدثك على الاتحاد المنستيري خاصة في السنتين الأخيرتين. نعم. قدم مردود طيب جدا على مستوى الدوري المحلي التونسي، وكان صاحب المرتبة الثانية بعد عميد الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي، وبهذا الترتيب مع آنذاك مع فوزي المنزرتي يتواجد لأول مرة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. له عدة لاعبين متميزين تو نذكرهم، لكن هناك خصوصية في الاتحاد المنستيري ونجح فيها رئيس الاتحاد المنستيري والهيئة المديرة وإدارة الاتحاد المنستيري في السنوات الأخيرة، وهي الاعتماد على نجوم بين قوسين أفلت، نجوم كرة قدم تونسية أفلت يأخذها أو ينتدبها الاتحاد المنستيري، ينفض عليها الغبار
لتقدم مستويات كبيرة، أبرزهم طبعا إلياس الزلاسي اللي التحق بالمصري البورسعيدي. نعم كان من أبرز ونجوم الاتحاد المنستيري رغم مروره الباهت بالترجي الرياضي التونسي، وقدم سنة رائعة مع المصري الحقيقة. طبعا هو لاعب مهاري جدا في الموسم الفارط. أيضا يوسف العبدلي أبرز المهاجمين في كرة القدم التونسية التحق بالأهلي السعودي هذه السنة رغم تسريح هؤلاء النجوم، إلا أنه الاتحاد المنستيري انتدب نجوم جديدة. وسأدخل في الموضوع مباشرة وأعطيك أبرز الأسماء التي ستواجه الأهلي على مستوى محور الدفاع. هو هناك اللاعب الإيفواري عثمان وتراء ومحمد الصغراوي من أبرز اللاعبين الشبان في كرة القدم التونسية، لاعبين ممتازين على مستوى محور الدفاع. في الوسط أبرز الأسماء يوسف أومارو اللاعب الدولي النيجيري من نيجر، واللاعب حسام تقا لاعب المنتخب الأولمبي التونسي. في الهجوم هناك كتيبة من اللاعبين المتميزين أبرزهم هيكل الشيخاوي المتكون في البرتغال وقدم موسم فارط متميز جدا. هو لاعب قصير لكنه مهاري وسريع ويحبث الاختراقات واللعب في البوكس. واللاعب العائد اللاعب الدولي سابق ولاعب الترجي والمتكون في ألمانيا لاعب هيرتا برلين وعدة أندية ألمانية أنيس بن حتيرة سيشكلان الهجوم بالنسبة للاتحاد المنستيري. طبعا هذه أبرز النجوم إلى جانب زياد العلوي وغيرهم سيكونون في مواجهة الأهلي. طيب طريقة اللعب اللي بيلعب بها الاتحاد المنستيري خلال الفترة الأخيرة، هل من الممكن أن نرى طريقة مختلفة؟ من المعروف أن الاتحاد المنستيري بيلعب بشكل قافل بشكل جيد وبيلعب على الهجمات أو الكرات الطولية من تحت لفوق، هل ده ممكن يحصل مع النادي الأهلي ولا ممكن نجد تغيير في طريقة وأداء الاتحاد المنستيري بما أن النادي الأهلي أو هذا الدور بيلعب على مباراتين؟ طبعا اتحاد المنستير مثله مثل الاهلي في الحقيقه، الوضعيه متشابهه لانه يعيش فتره انتقاليه بعد استقدام المدرب السربي داركو نوفيتش المدرب السابق لوفاق ستيف، وسوف نتحدث عن هذا المدرب في مواجهاته مع الاهلي المصري. في الجانب المقابل المال الاهلي المصري العملاق المصري عملاق كره القدم الافريقيه اليوم في فتره انتقاليه حسب رايي انا الشخصي بعد الاستغناء على الجنوب الافريقي الذي نجح في الحقيقه مع الأهلي، اليوم فترة أخرى مع المدرب السويسري مارسيل كولر. طبعا يجب كما كنت أستمع إليكم كابتن إسلام شاتر، يجب أن يصبر أهل جماهير الأهلي على هذا المدرب العالمي مارسيل كولر، لأنه في فترة انتقالية في الحقيقة. هنا أريد أن أشير إلى أنه يتواجد ضمن الإطار الفني الذي استقدمه السويسري مارسيل كولر أنيس الميكاري اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي الذي يعني يطلع بخطة قراءة المباريات وتحليل المباريات. هو يعرف جيدا خصوصية كرة القدم التونسية. أعود للاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري في الحقيقة كابتن إسلام بوجه جديد ومغاير لما كان عليه مع نسخة فوزي بنزرتي، اليوم مع داركونوفيتش هذا سربي الذي يحترز كثيرا عندما يواجه الأندية الكبرى الإفريقية وخاصة الأهلي، ويعتمد طبعا على غلق كل المساحات، يعتمد على المقاربة الدفاعية كمقاربة أساسية في التنشيط الدفاعي والهجومي بالنسبة للاتحاد المنستيري. لكن حذاري، الاتحاد المنستيري له لاعبين يمتلكون مهارات قوية وفنية كبيرة على مستوى سط الميدان قادرين على تسريع الهجمة، وهو ما يعتمده داركونوفيتش في الأيام الأخيرة وخاصة في المباراة الأخيرة أمام الترجي الرياضي التونسي التي انتهت بالتعادل هدف لهدف. هو يغلق كل المنافذ، يتكتل دفاعيا، وعند استرجاع الكرة يتم تحويل الكرة نحو الهجوم بطريقة سريعة جدا ومدروسة خاصة على الأطراف، لا سيما وأنه يمتلك مهاجمين لهم من الخبرة ولهم من السرعة ومن الفنيات لمباغتة دفاعات المنافس. طبعا أمام الأهلي سوف يكون محترز، سوف يتكتل على مستوى خط الدفاع، سوف يغلق كل المساحات على مستوى خط الوسط، ويعتمد على الهجمة المرتدة السريعة بأقدام لاعبين مهاريين خاصة حسام تقاء وأمارو في وسط الميدان، وكما ذكرنا هيكل الشيخاوي الذي يحبذ الاختراقات الجانبية والدخول للبوكس ويحبذ المحاورة الفردية.
طبعا كابتن اتحاد مناسيري على أرضية ميدانه سيلعب كل حدوده وسيكون نجم. طيب بما اننا بنتكلم عن فريق في النهايه هو فريق جيد جدا ورائع وهايل وكل حاجه، ولكن في النهايه اكيد كل فريق له نقاط قوه ونقاط ضعف. اهم نقاط الضعف اللي موجوده، يعني حضرتك كنت دلوقتي بتكلمنا عن نقاط القوه اللي موجوده في اتحاد المنستيري، ايضا عايزين نعرف ايه اهم نقاط الضعف اللي موجوده في هذا الفريق. طبعا هنا اتحدث نسيت ايضا الحارس الدولي الممتاز بشير بن سعيد حارس المنتخب التونسي الذي يلعب دور مهم في التنظيم الدفاعي. اتحدث الان على نقاط ضعف المنستيري. طبعا ابرز نقاط الضعف هي انه اللاعبين المتواجدين حاليا مع النجوم اللي ذكرتها هناك لاعبين يفتقدون للخبره، ثم انه المجموعه المتواجده حاليا لم تستوعب لحد الان الطرق والافكار الخططيه بالنسبه لل بس خليني اقول لك ان ده هيبقى على الطرفين، لانه نفس الكلام بيحصل برضو مع مارسيل كولر ما بقالوش شهر، ودراكوفيتش برضو اعتقد ان هو جاي بعد نهايه الموسم السابق برضو ما بقالوش كتير يعني. لا هو في الحقيقه كابتن اسلام المقارنه للتجوز لانك تتحدث عن الاهلي، الاهلي فيه كوادر يعني كبيره جدا، الاهلي فيه لاعبين دوليين في المنتخب المصري، نعم. حتى بدون مدرب هم يستطيعون تسيير المباراه، لكن انا اتحدث على الاتحاد المنستيري، طبعا فريق قدم مستويات كبيره، فريق محترم جدا، لكن يبقى الخبره خاصه بهذه المناسبات، نحن نتحدث عن الاهلي صاحب العشرة القاب، بينما نتحدث في المقابل عن الاتحاد المنستيري كثاني مباراه او ثالث مباراه له في هذه المسابقه. ولكن انا برضو وجهه نظري يا كابتن جمال في هذه الامور، يعني الواحد لعب مباريات زي دي كتير، انا وجهه نظري في هذه الامور انه المباريات دي 50-50، يعني النادي الاهلي بكل عراقته بكل لعبته بكل خبراته بكل جماهيره، لا ببطولاته الافريقيه بكل شيء، ولكن يظل الملعب 50-50، 50% هي نسبه فوز النادي الاهلي و50% هي نسبه فوز اتحاد المنستيري. صحيح، تحليل منطقي جدا، لكن انا اتحدث على المقاربه على الكونسيبت عند الاتحاد المنستيري. لا يمتلك ربما خبره في هذه الملقاءات الكبيره خاصه ضد فريق كبير مثل الاهلي وقدوم داركو نوفيتش. لماذا انا محترز قليلا؟ لانه داركو نوفيتش مع وفاق ستيف اتذكر في مباراه مصر والهزيمه الثقيله انذاك برباعيه امام الاهلي، ثم تعادل في الجزائر هدفين لهدفين. والطريقه التي اختارها داركو نوفيتش هو محترز جدا، هو مدرب لا ليس جريء بأتم معنى كلمة كرويا، لا يجازف كثيرا على مستوى الهجوم. على كل أنا أبرز نقطة ضعف شاهدتها هنا أتحدث كمدرب وأتحدث فنيا هو وقت عندما يفتقد الاتحاد المنستيري الكرة ويكون في حالة عدم توازن، وفي هذه الحالة يوجد عديد المساحات الفارغة التي ربما يستغلها الفريق المنافس، وهنا نتحدث عن الأهلي في تسريع الكرة أو في البناء الهجومي. ثم أن المشكل الثاني للاتحاد المنستيري هو عندما يساعد الفريق المنافس البروك أو الكتلة الدفاعية أو كتلة الاسترجاع كرة عندما تكون متوسطة أو عالية تخلق الكثير من المشاكل. الاتحاد المنستيري هو فريق يخير التكتل الدفاعي البلوك المنخفض، التكتل الدفاعي المنخفض، ثم بناء الهجمة في ظهر المدافعين. طبعا هنا منتظر أن الأهلي سيكون متقدم على حساب الاتحاد المنستيري وسوف يأخذ المبادرة على مستوى التمركز اللاعبين، وهنا داركو نوفيتش سيحاول البحث على المساحات الصغيرة التي سيتركها دفاع الأهلي لمباغاة محمد الشناوي. طبعا كما قلت كابتن 50-50، لأنه هناك عدة أسباب أخرى غير التكتيكية، أبرزها الملعب، ربما الأهلي غير متعود على اللعب في ملعب صغير مثل ملعب المنستير. نعم مظبوط. إذن هذه هي كل ما يخص اتحاد المنستير. أنا بشكرك جدا يا كابتن جمال الحجي، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذا الشرح زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا هناك فارق وكل حاجة، ولكن زي ما بقول لحضراتكم دايما خلينا في ظهر فريقنا فقط. كرة القدم فيها كل شيء، والواحد شاف من الحاجات دي كتير جدا جدا جدا، وصدقوني زي ما بقول لحضراتكم كده كرة القدم فيها كل حاجة، ممكن يحصل كل حاجة. فريق اتحاد المنستيري فريق جيد، فريق محترم، طبعا النادي الأهلي له خبرات أكبر، طبعا النادي الأهلي هو الأكبر جماهيرية، طبعا النادي الأهلي هو الأكثر بطولات، ولكن في النهاية داخل الملعب 11 بيلاعب 11.
11 بيلعبوا 11. ان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا في المباراه القادمه. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نروح بقى نقرا اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نشوف اخبارنا النهارده. وصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره، وذلك في اطار الاستعدادات لمواجهه فريق الاتحاد المونستيري التونسي يوم 9 اكتوبر الجاري ضمن ذهاب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا. اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالمران وللاعبين. وقاد اندرياس مرانا بدنيا للاعبين على مجموعتين استمر نحو 60 دقيقه، اشتمل على جانب من التدريبات البدنيه المكثفه وبعض التدريبات بالكره. وحرص كولر على تقسيم اللاعبين الى مجموعتين بين الملعب والجيم اثناء فتره التدريب البدني قبل ان يختتم فقرات المران بتقسيمه مصغره شارك فيها جميع اللاعبين. وأدى رباعي حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرة بدنية شاقة، بالإضافة إلى تدريبات فنية مكثفة على الكرات العرضية والتصويب من قرب، وذلك تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. الأهلي كان قد خاض 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع طلائع الجيش. ايضا في اطار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، محمود كهربا لاعب وسط النادي الاهلي قام بفقره تدريبيه بدنيه منفرده تحت اشراف اندرياس مدرب الاحمال عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيره. وشارك كهربا في الفقرات البدنيه والتدريبات الجماعيه للفريق، وبعد ذلك خاض فتره اضافيه تحت إشراف مدرب الإحمال استمرت ل 30 دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق. أيضا ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى أكد اعتزازه وفخره الشديد بالانتماء لمنظومة النادي، وقال إن هو سعيد بثقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الذي قرر استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد. قال يانكون في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: أنا سعيد للغاية بالثقة الكاملة لمجلس الإدارة والكابتن خطيب التي تعني لي الكثير وتمنحني الفرصة والقوة بعد الاستمرار مع أكثر من مدير فني، وهو أمر يدعو للفخر، وهذا دليل على ثقة الكل في عملي مع الجميع داخل النادي. أضاف أن العمل الجاد ليس المعيار الأوحد، فهناك أيضا طريقة التعامل والشخصية وهما يلعبان دورا فارقا، وأنه ممتن للجميع في الأهلي، مشيرا إلى أن علاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رائعة وقائمة على مشاعر طيبة مما يشعره دوما أنه في بيته. قال أيضا: كلماته التي قالها لي تسللت إلى قلبي مباشرة، وذلك عندما أخبرني أنني جزء من عائلة الأهلي ولن أرحل، وذلك بعد الموسم الماضي وتقديم يد العون للحراس الناشئين لمنحهم الخبرة. ده كان كلام ميشيل يانكون في حديثه مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي. مدرب اتحاد المونستيري بيقول: مباراة الأهلي ستكون أول اختبار حقيقي لنا هذا الموسم. تمام طبعا. داركونوفيتش الحقيقة مدرب من المدربين اللي بيعرف يتعامل نفسيا مع مثل هذه المباريات. قال درانكوفيتش انه من المقرر ان يخوض فريقه اول مباراة رسمية في الدوري التونسي امام الاولمبي الباجي، ولكنها تأجلت، حضراتكم عارفين، لانه كان من المفترض ان اتحاد المونستيري سيلعب امام اولمبي الباجي، ولكن تؤجلت هذه المباراة. اللواء ثروت سويلم بيقول: نسعى لزيادة عدد الجماهير في الموسم القادم، وقرعة الدوري لن تكون موجهة. يعني كلام كتير قاله لواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، وقال إنه الكل يسعى إلى
زيادة عدد الجمهور، نتمنى أن الجمهور يزيد على الأقل يبقى 10 و10 10,000 و10,000 أو 20,000 و20,000، كل ما هيزيد كل ما هيبقى أفضل يا سيادة اللواء، لأنه شيء رائع جدا جدا. والحمد لله الأمور جيدة والأمور إن شاء الله تمشي في مستقرها أو في شكلها الطبيعي. أيضا قرعة الدوري لن تكون موجهة، برضو كان نفسي حد يجاوبني على لماذا لم تكن لماذا لم تفعل قرعة الدوري من أسبوعين فاتوا، معرفش يعني اشمعنى كمان 10 يوم 10، ما عنديش فكره. لجنه الاستئناف باتحاد كره ترفض تظلم بيراميدز على قرار مشاركته بالكونفدراليه. انا هقرا خبر الحقيقه لانه ماشي. قررت لجنه الاستئناف استئناف التظلمات باتحاد كره القدم تأييد قرار مجلس اداره الاتحاد بشان مشاركه الانديه المصريه في بطولات افريقيا، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلا ورفضه من حيث الموضوع، عدم قبول أنا آسف، وتقدم بيراميدز في وقت سابق بتظلم لاتحاد كرة القدم للمشاركة في دوري الأبطال بدلا من النادي الأهلي. اتحاد الكرة بيقول صرف مستحقات الحكام كاملة قبل انطلاق الدوري الجديد شيء رائع، أتمنى أن يحدث أن يتم صرف كل مستحقات الحكام علشان الحكام تبتدي تبقى أو تخش مركزة عندها استقرار، عندها استقرار فني وذهني وإداري وكل شيء فيما هو قادم. يجب احنا كل مرة وكل سنة بيتقال هذا الكلام ولا يتم. أتمنى أن هو يحصل السنة دي، لأن احنا ما حدش يقول لي أنت ضد الحكام، لا احنا مش ضد الحكام، احنا دايما بنقف مع الحكام ودايما الحكام من حقهم. الراجل ما هو ما هي الناس دي عندها بيوت وعندها مسؤوليات يجب أن هي تصرف عليها، ولكن من حقهم أن هم ياخدوا مستحقاتهم، ولكن وهنقف في ظهرهم وهنقول اتحاد كرة القدم لو سمحت ادي لهم مستحقاتهم، لانه مهم جدا 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 يكون الذهن صافي، دنيا هادية، علشان اقدر يكون هناك عدالة تحكيمية من الكل، من كل الحكام لكل الفرق، لل 18 فريق اللي موجود اللي بيتنافسوا علشان من يفوز بالدوري يفوز ومن يهبط للدرجة الدنيا يهبط. انطلاق الدوري القسم الثاني يوم 13 اكتوبر، كابتن محمد بركات بيجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل. مرة تانية أحذر، مرة تانية أحذر أن هناك خبر أو موضوع أنا اتكلمت فيه من أسبوعين أو من 3 أسابيع يخص أن مباراة السوبر المحلية ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي هتقام يوم 28 أكتوبر في الإمارات، هذه المباراة ستتعارض مع تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد باريس. المنتخب الأولمبي المفروض هيلعب يا يوم 27 يا 28 يا 29. هل هناك بوادر أزمة؟ أنا حذرت وقررت واتكلمت في هذا الموضوع من أسبوعين أو من 3. مرة تانية بقول أهو بأكرر من فضل حضراتكم كاتحاد كورة يجب أن يكون هناك توضيح لهذا الأمر للرأي العام إيه اللي هيحصل، عشان ما تجيش كله يخبط في بعضه وتلاقي الموضوع مش في صالح حد. بالمناسبة حالة غموض غير مبررة تاني مرة، أهو تاني مرة في أقل من 10 أيام. ولا لازم نستنى لما الماتش يقرب وتبقى أزمة ونقول نعمل إيه، وده يقول لك أصل إسلام بيدوس علينا وإسلام بيزايد وده بيعمل، ويا جماعة طب إحنا قلنا من شهر أنا ولا بزايد ولا بعمل حاجة، أنا بقول بقالي ثلاث أسابيع أنا بقول إن أنا عايز الصالح العام، عايزين نساعد اتحاد الكورة ونساعد النادي الأهلي، هو ده اللي إحنا عايزينه، أن يكون هناك أمور مستقرة وواضحة. يا كابتن بركات، يا كابتن ميكالي، يا جماعه يا اللي مسؤولين في اتحاد كره القدم، من فضل حضراتكم لو في قعده حصلت للنادي مع النادي الاهلي مع النادي مع منادي الزمالك كل الانديه الحقيقه ما تطلعوا تقولوا لنا فاهلي وزمالك علشان هم دول اللي عندهم المباراه السوبر، فلو عندهم لعيبه في المنتخب الاولمبي هيحصل ايه؟ حد يطلع يقول لنا. اتمنى. طيب تدريبات بدنيه لرجال يد الاهلي في الجيم، احنا بنحاول الحقيقه بقالنا شويه كتير بنحاول نتواصل مع الاستاذ طارق قنديل رئيس بعثه النادي الاهلي في الكويت، بعثه النادي الاهلي للسله رجال كره السله رجال، علشان
نطمن على البعثة بالكامل والأمور ماشية ازاي هناك، ولكن يعني الحقيقة التليفونات أنا عارف إن الأمور بتبقى صعبة. أتمنى لو الأستاذ طارق يسمعنا يدخل، يعني نتمنى إن هو يعمل معانا مداخلة علشان نعرف أخبار بعثة النادي الأهلي إيه. أيضا على الجانب الآخر بنحاول نتواصل مع الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في تونس في لكرة اليد رجال في البطولة الإفريقية لبكرة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا أمام الترجي التونسي. طيب النهارده كان في مباريات في دوري ابطال اوروبا الجوله الثالثه، بايرن ميونخ وفيكتوريا بيلزن وانتهت هذه المباراه، ومارسيليا وسبورتنج لشبونه واياكس ونابولي وليفربول ورينجرز وبورتو وباير ليفركوزن وكلوب بروج واتلتيكو مدريد وانتر ميلان وبرشلونه وانترخت فرانكفورت وتوتنهام. دي كانت المباريات اللي موجوده النهارده. عندنا كالعادة كل يوم بنعمل لحضراتكم كده فيديو جراف، يعني هنتكلم فيه عن أبرز أرقام النادي الأهلي مع الأندية التونسية لأنها أرقام بتبقى مهمة جدا. نسيب حضراتكم مع الفيديو جراف اللي أمام اللي هيكون مع حضراتكم بعد ما سيبكم، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الأولى مع أحد نجوم النادي الأهلي في عصره من عصوره في عصر من العصور الذهبية للنادي الأهلي النجم الكبير كابتن أحمد عادل هيكون معايا في الفقرة الأولى، هنكلمه عن البطولات الأفريقية وماذا يحدث في البطولات الأفريقية، ولكن بعد ما نشوف الفيديو جراف ده وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل كابتن أحمد عادل في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل، وضيفي وصديقي وزميلي وسنوات طويله جدا في، وبعدين من ده من حته من جوه قلبي بقى من النادي الاولمبي نفسه. فازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ مشرف ومنور حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. سعداء بوجودك معانا. طبعا كنت وحشني جدا، ومن الحلقات اللي بستمتع بيها جدا، ويمكن زي ما حضرتك قلت عشره عمر كبيره طبعا، واحنا في النادي الاولمبي واصغر مني بالمناسبه بكتير. بس معلش يعني بكتير كمان. أيوة. لا حضرتك كابتني طبعا، وانا في الاولمبي كنت بتفرج عليك وحتى في المنتخبات كمان، واستفدت من حضرتك كتير طبعا. النادي الاولمبي وحشنا جدا، ممكن السنه دي يصعد؟ بنسبه كبيره، وانا كابتن رمضان السيد اعتقد عامل معاهم شغل رائع جدا، عامل شغل كويس، شغل جيد، وجايب لعيبه كويسه كمان. يمكن حتى من الحاجات الايجابيه اللي اداها له مجلس الاداره ان هو اللي اختار اللعيبه، يعني هو اللي اختار اللعيبه وادى له الصلاحيات كمان. على فكره هو ده الصح يعني، ده مهم يعني في الطبيعي، يعني انت اللي اختارك عشان تيجي النادي الاهلي مانويل جوزيه، مش طبعا. مش حد تاني يعني، مانويل جوزيه اللي قال انا عايز احمد عادل يجي النادي الاهلي ويشتغل في الحته دي علشان ماتشات معينه كمان. فعلا صح صح طبعا. ده فعلا دي من الحاجات الايجابيه حتى على مجالس اي اداره، ان بيدي الصلاحيات حتى للمدير الفني. وده ما يميز طبعا النادي الاولمبي الفتره اللي احنا موجودين فيها بقياده طبعا الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره، وداعمين بشكل كبير جدا لكابتن رمضان، في ان شاء الله النادي الاولمبي يرجع مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز. اتمنى الحقيقه من كل قلبي ان يعود النادي الاولمبي مره اخرى للدوري الممتاز، لان النادي الاولمبي ثاني اقدم نادي في مصر بعد السكه الحديد، النادي الاولمبي ثاني اقدم نادي في مصر. صح، عارف انت المعلومه التاريخيه، ولعبت مقاويته كمان، لعبت مع ويت الاولمبي ولعبت مع ويت الاهلي كمان. طبعا مع ويت الاهلي دي كانت مع برشلونه. كانت مع برشلونه صح؟ بس كانت النتيجه مش لطيفه قوي، بس ده بالنسبه لي كانت حلوه. كانت حلوه جدا. ميسي ورونالدينيو وايتو اسماء كبيره جدا، الاسماء دي لما كنا بنشوفها، تشافي وديكو وانيستا و عملت ايه انت في الماتش ده؟ انا كان عندي الضمه. كنت حضرتك مصاب في المباراه دي، ويمكن كمان بركات كمان اتصاب. وبركات انت مرزق مش عايز، كان المفروض هيلعبوا لو تفتكر حضرتك كان هيلعبوا صديق، فصديق قال لك الراجل بيلعبوا قدامه على طول، فلا احمد حتى قال انت خلصت على الباكات رايت كله. بالمناسبه انا يمكن كنت بطلع اتكلم دايما ان انا كنت رابع واحد هلعب، يمكن حضرتك اللي كنت هتبدا، يمكن رجع كانت الضمه كانت عند حضرتك، و يعني مستر مانويل قرر ان هو يريحك يعني عشان الدوري وكده، فيمكن هي ارزاق. لا ما هي كرة القدم كده بتبقى نصيب. دايما ارزاق وكل حاجه. انا حتى اليوم ده افتكر ان انا خدت ابني مازن، كان لسه عيل صغير وجبته معايا، بدر كان معايا ومازن كان صغير، فجبتهم معايا وقعدوا اتفرجوا على المباراه، وكانت حاجه جميله جدا، نشوف ميسي وكانت اسماء كبيره وعظيمه الحقيقه، والنادي الاهلي دايما معودنا على كده، لكن المباراه دي تحديدا يعني كانت مباراه صعبه قوي.
هي كانت مباراة صعبة جدا لان نجوم العالم، نجوم العالم، وان انت بيلعبوا قصادك، وكمان يمكن حضرتك لو تفتكر كابتن اسلام ان مستر مانويل عمل مشكلة يوم المباراة دي، ان كان متفق في التعاقد مع برشلونة ان الفرق الاساسية هي اللي هتبدا المباراة، لكن لعب بالفرقة اللي هي اللي مش عايزين نقول احتياطي، جود ينسن وجاي وزامبروتا اللي احنا دول مش الفرقة الأساسية، وترام كان برضو الشوط الثاني لعب بالأساسيين، لعب بالأساسيين بقى كلهم. فمستر مارويل طبعا عارف ولا هيفرق مع برشلونة ولا ليفربول، فعمل مشكلة، فالحمد لله يعني عدت على خير، عدت على خير والحمد لله يعني. وكانت مأوية رائعة للنادي الأهلي في ظل ان انت بتلعب واحدة من او كان افضل فريق في العالم في الوقت ده على ما اتذكر، كان افضل فريق في العالم، وكان رونالدينيو كان على طول الموسم الثاني على التوالي بياخد احسن لاعب في العالم، ويمكن حتى في المقاويه الاحتفالات الثانيه برضو حضرتك تفتكر لعبنا بنفيكا، يعني بنفيكا برضو كان أيوة ماتش ثاني للمقاويه وتعادلنا معاهم 1-1 وعملنا مباراه كبيره برضو. كانت ايام لطيفه جدا طبعا. يا رب تعود هذه الايام، ودائما تعود الايام دي، وان شاء الله الالفيه الثانيه او المقاويه الثانيه بقى للنادي الاهلي إن شاء الله. طبعا ما اعتقدش ان اللي بعد الجيل اللي بعد اللي بعد اللي بعد ربنا يدينا جميعا ويديهم الصحه يا رب. لكن يا ابو حميد قول لي برده، واحنا بنتكلم عن البطولات الافريقيه دايما البطولات الافريقيه بيبقى ليها واقع داخل جمهور النادي الاهلي، بيحبوا البطولات الافريقيه واللعب في البطولات الافريقيه والفوز بالبطولات الافريقيه. أكيد يا كابتن إسلام، ده ما يميز جماهير النادي الأهلي، وداعمة للنادي وداعمة لأي فريق موجود وداعمة لأي لاعب حتى بجهاز فني والمجلس إدارته. وده اللي كان مساند لينا بشكل كبير جدا في البطولات، حتى البطولات الأفريقية. يمكن أخدت كأس سوبر أفريقي في أثيوبيا أمام النجم الساحلي، من البطولات اللي حرصتها مع النادي، وكان السوبر برضو اللي مع الإسماعيلي، نزلت مكمل مش فاكر الفرقة كلها مع الماتش ده، ماتش غريب لكن يلا نزلت راجع حضرتك بتجري مكانها اثيوبيا، وكنا راجعين قبلها، وكان بص كان الجو صعب، كان جو صعب جدا، مفيش تنفس كمان. فاكر الماتش ده مش قادرين، عماد النحاس كان يعني بيطلع في الكورنر مش قادر، طلع اول مره مش قادر. لا بعكس الناس يعني، كانت الضغوط علينا كبيره جدا، الاجواء والجو، وان انت ارضيه الملعب سيئه جدا، وبلعب فريق النجم الساحلي سنه طبعا. 2007 كان من ضمن اقوى الفرق في افريقيا، كان زيه زي صفاقس، زي فرق كبير جدا كتير جدا في افريقيا، الوداد، كان فرقه قويه جدا. وان احنا نتغلب عليهم ونحرز البطوله، ده كان يعني حافز كبير جدا للعيبه. يمكن لو حضرتك تفتكر لما جمعتونا كلنا اللعيبه، حضرتك وكابتن عماد النحاس وشادي ووائل جمعه ومحمد شوقي، ما جمعتونا كلنا، وتريكا وبركات، كان كله يعني مع حفظ الالقاب جمعتونا كلنا، ولازم نركز ببطوله وتضاف لتاريخنا وتاريخ ولادنا، وانجاز كبير جدا يضاف لتاريخ النادي الاهلي. فده كان الحافز والطموح اللي احنا اكتسبناه كلنا كلاعيبه، وكنا دايما يعني البطوله وبنقفل صفحات. يمكن زي ما حضرتك قلت، احنا كنا لسه محققين البطوله وبنرجع على طول ان احنا نلعب بطوله الدوري. قعدنا حوالي سنتين ونص متلاحمين مع بعض، دخلنا في 7 بطولات، فدي كانت دايما الاهلي بيقفل صفحاته. و2006 خسرنا او في 7 خسرنا 2007 العرجون، 7 خسرنا العرجون اللي هي يعني بطوله افريقيا، وبعد كده 2008 فزنا بالبطوله مع القطن الكاميروني. القطن الكاميروني ليه دايما جمهور الاهلي بيحب البطوله الافريقيه تحديدا؟ يعني احنا بالنسبه لنا 10 بطولات افريقيه، يمكن اللي بعدنا اعتقد نادي الزمالك 5 أو 4، يعني 4 5 6 حاجه كده يعني، ففارق كبير برضو. بص كابتن اسلام، هي ليها انا دايما بتكلم دايما ان هي مقومات بطوله، مقومات بطوله بتبقى عند مجلس الاداره، مقومات بطوله بتبقى عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، وده اللي كان فارق معانا بشكل كبير جدا مع مستر جوزيه. دايما انت بتاخد الانطباع من لائحه حتى المكافئات، صحيح ان انت بمكافئات ما بتاخدش المكافاه بمكافئتها، لا انت بعد كل 4 مباريات بتاخد المكافئات كلها. لو حققت التارجت او ال 10 بونت من 12 انت بتاخد المكافئات كلها، لكن لو حققت 9 3 مكسب ما بتاخدش ولا مكافاه. فهنا ده بيديك انطباع كان على لائحه النادي الاهلي ان انت لازم تكسب 3 حتى لو تعادلت الرابعه، لكن ما فيش خساره. فهنا بيديك فيدباك او بيديك خلفيه الفكر
بتاع الناس ان مفيش حاجه في النادي الاهلي. معلش فكرني باللائحه دي تاني، انا مهمه جدا اللائحه. كان اربع مباريات 12 نقطه، 12 نقطه لازم تجيب 10 بونت، لازم تجيب 10 بونت. لو جبت 9 احنا، لو حضرتك تفتكر يا كابتن سام كنا بناخد كل اربع مباريات، اربع ماتشات في الـ حتى في الفيزا كان يدينا البطولات والمباريات. لكن كل اربع لو جبت 9 بونت كسبت 3 وخسرت مباراه ما بتاخدش ولا مكافاه من الاربعه. فهنا اداني انطباع حتى وانا بقرا اللائحه ان مفيش حاجه في النادي الاهلي اسمها خساره، وخصوصا ده الانطباع اللي بيديه مجلس اداره للجهاز، وده اللي الحمد لله كنا شغالين عليه. يمكن كنا لما بنخسر ده عشان كده جماهير النادي الاهلي كل اجيال النادي الاهلي رفعت سقف طموحها، رفعت سقف طموحها ان هو يخش بطوله افريقيه ياخد بطوله افريقيه. خصوصا انت لما توصل 10، ولما زي ما كنت طلعت مع حضرتك قبل كده كان مستر موسيماني مستغرب ان جماهير النادي الاهلي بعد 9 خلصت بيقولوا ال 10، فهو استغرب مفيش جماهير كده مفيش نادي كده. لا، الاجيال اللي كانت موجوده بمجالس الادارات وصلت انطباع لاي مدير فني ان لا انا بلعب على البطوله وهاخدها، وبدليل ان احنا حققنا العشره يمكن لظروف ال 11، ظروف كانت كلها ضد النادي الاهلي مش عايز اخوض فيها، لكن دايما دي بتبقى اللي بتدي دوافع. دايما النادي الاهلي لما بيحصل له اعقابات او عرقله في بعض السنوات بيقوم تاني، بيقوم تاني اقوى، بيبقى عنده دوافع كبيره جدا، وهي الدوافع طول ما هي متجدده داخل اوضه اللبس. حتى كنا متعودين على كده، الدوافع واوضه لبس قويه، اللعيبه كبيره بتلم حتى اللعيبه الصغيره بتلم اللعيبه الجديده. يمكن انا ما حسيتش بفرق كبير جدا، ودخلت بسرعه، دخلتوني وسطكم في الفرقه، وانا كنت صفقه جديده ولعيب صغير جاي، فما حسيتش ان النادي جديد عليا. كنت حضرتكم يعني حضرتك وابو تريكه وبركات وكل اللعيبه الكبيره ما حسيتش. فدي اوضه لبس النادي الاهلي، دي من مقومات البطوله. مظبوط، هي اوضه لبس قويه تقدر تحقق اهداف مجلس الاداره. بدايه ال 11 يا رب ان شاء الله تكون يوم 9 باتحاد المونستيري. اتحاد المونستيري فريق جيد. انا لسه كان معايا كابتن جمال بالحاج المحلل الفني في التونسي، وكان بيتكلم معايا ان هو فريق بالفعل هو فريق جيد، فريق زيه دائما ما بيعتمد او بتعتمد الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب في نص ملعبها وبتلعب على الهجمات المرتده، او يعني ده الطبيعي اللي بنشوفه في معظم المباريات باستثناء المباريات الكبيره مع الاسماء الكبيره. يعني هل من الممكن ان يتجاوز النادي الاهلي هذه المباراه في ظل جهاز فني جديد، في ظل مجموعه جديده من اللاعبين؟ انا بعتبر ان عوده اللاعبين اللي بقى لهم فتره كانوا واخدين اجازه ورجعوا اعتقد ان هي هتبقى بدايه جديده ليهم. اكيد يا كابتن اسلام، لو هتكلم برضه لازم هنتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب في افريقيا. هنتكلم ان مهم جدا ان انت كالنادي الاهلي، انت زي ما حضرتك قلت ان اي فريق مستني يشوف النادي الاهلي هيعمل ايه، هيلعب بانه طريقه، مدرب جديد زي ما قلت لحضرتك بدوافع جديده بصفقات جديده. اعتقد ان الراجل حتى في المباراه دي بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه اللي معاه، هي 4-2-3-1، وده اللي طمني للراجل شويه. ومدرب جديد للنادي الاهلي ان هو بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه طبعا، فدي كانت مهمه جدا، ودي يمكن اللي خدت من النادي الاهلي الموسم اللي فات بشكل كبير جدا، كتر تغيير طرق اللعب ده اللي اثر على اداء النادي الاهلي. لكن مع الراجل انا برضو واصلني ان اللعيبه مستريحه له جدا ومقتنعين بالراجل بشكل كبير جدا، فدايما مهم جدا ان الراجل ينزل يفرض اسلوب لعبه باي طريقه كانت. اكيد لازم يدرس نقط الضعف والقوه في الفريق المنافس، واتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، ده هيديله دفع بشكل كبير جدا ان هو يبدا الموسم، وداخلين برضه على مباراه سوبر، فكل ده هيبقى بشكل جيد يعني. اكيد ان شاء الله. احمد انا عايز برضه اسالك سؤال، انت لعبت مباريات كثيره بالليل او الظهر، هل الميعاد يفرق؟ يعني المباراه هتتلعب الساعه 4، يعني مباراه الاتحاد المنستيري دي هتلعب الساعه 4، والاتحاد المنستيري برر كده وقال ان احنا عندنا مشكله في الاضاءه. اكيد يا كابتن اسلام، وخصوصا انت ده بيفرق برضو على ميعاد المباراه لما بيجي لك قبلها بفتره. اوكي، طول ما انت هتتمرن في نفس ميعاد، هو اكيد مباريات بالليل ما بتبقاش زي الظهر او بعد العصر، حتى في الفرق في المجهود، في المجهود البدني اللي بيتعود عليه اللعيب. مهم جدا ان النادي الاهلي قبلها بفتره بيبقى متمرن في ميعاد المباراه، ده بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير. لكن في فرق لما انت بتبقى بتلعب بشكل دايم بالليل وبتتمرن بالليل وبعد كده تروح تلعب مباراه. يمكن انا عايش الفتره دي مع الجونه شويه، كان الاجواء صعبه جدا هناك على اي فريق بيجي يلعبنا. يمكن لما لعبت في الجونه الجو هناك شمس جدا وصعب جدا، فده كان بياخد من اي فريق بيجي يلعبنا.
فاكيد الجو طول ما لعيبه النادي الاهلي متعوده ان هي تتمرن في الوقت ده قبلها اكيد وبيعمل تمرينتين تمرينه الصبح الساعه 9 يعني بتبقى حر جدا طبعا مش قوي لكن بتبقى حر لكن ايضا تمرينه بتاعت بعد دور الساعه 5 فلا ما اعتقد ان قبلها بفتره هو الراجل بيتمرن كده مش ان الناس مش هتحس او اللعيبه مش هتحس بفرق كبير جدا يعني ان شاء الله مهم جدا برضو المواعيد وترتيب المواعيد وترتيب ان المباراه تتلعب الساعه 4 او الساعه 9 وترتيب التدريب نفسه يبقى الساعه كام مهم جدا يا كابتن اسلام وده هيوفر عليك انت حتى مع كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بينسق لاي مباراه حتى لو خارج الملعب هيشوف هنسافر امتى هي مطالب ان احنا نروح نتمرن في الاجواء هناك هتبقى عامله ازاي فده مهم جدا طول ما انت بتحدد لي المباراه قبلها ب 48 ساعه او ب 72 ساعه انا هتصرف ازاي وهلعب ازاي صحيح. وهروح على الاجواء هناك عامله ازاي لكن طول ما انت بتحدد بتدي حريه الاختيار للفريق المنافس ان هو ان انا اروح قبلها باسبوع قبلها ب 10 ايام العب في الاجواء تديني مساحه ان انا امرن اللعيبه اعودهم على التوقيت بتاع المباراه فده مهم جدا ان اي نادي يوصل له ميعاد المباراه قبلها بفتره كيف ترى مهمه مارسيل كولر في اول مهمه رسميه ليه مهم جدا حته المكسب يعني مهم جدا حته المكسب دايما جماهير النادي الاهلي ما بتستعجلش اي مدير فني فده اللي لازم برضه يوصل للراجل مع اللعيبه مهم جدا المكسب مهم جدا المكسب يرجع الثقه للجماهير يرجع الثقه لمحبي النادي الاهلي فده اللي لازم يوصل للراجل مهم جدا حته المكسب هيدي له حافز وطموح كبير جدا للفتره اللي جايه ويدي له امل في طول الموسم ان شاء الله الفريق يأدي بمستوى ثابت ويحقق الغرض من او الهدف من على المستوى الفني بقى كيف يخوض هذه المباراه هو كولر يعني كيف يفكر فيها؟ احنا ما نعرفش حاجه فنيه لسه عنه لسه بس انا زي ما قلت لحضرتك هو مطمني ان الراجل يعني قريب لطريقه 4-2-3-1 ودي اللي هتقدر تستغل فيها كل مفاتيح اللعب اللي عندك. بيقولوا في الثلاث ماتشات غير طرق اللعب 1-4-2-3-1 ومره 4-3-3 ومره 3-5 يعني غير. ده وضع طبيعي لانه عايز يعرف اللعيبه امكانياتها ايه او اللعيبه هقدر ادي بيها لان في برضه مباريات مهم تغير طريقه اللعب ممكن تحولها لطريقه دفاعيه ممكن تلعب 4-3-3 وفي نفس الوقت هو محتاج يشوف اللعيبه دي هتقدر تادي في انه طريقه احسن. فانا اعتقادي الشخصي ان هو لو استقر على 4-2-3-1 هي الطريقه المناسبه ويمكن حضرتك برضو لو نرجع بالذاكره ان مستر مانويل ما غيرش طريقته كان لا كان دايما بيلعب طريقه واحده هي طريقه واحده وكل الفرق حتى لعبت 4-4-2 وكان اولهم كان حرس حدود لكن لما حضرتك برضو رحت حرس حدود كان خدته كاس مصر لعبته برضو بنفس الطريقه 4-4-2 وهو النادي الاهلي برضو كان بيلعب بطريقته بنفس الطريقه دي برضو لازم يبقى ليها قناعات عند المدير الفني انت مع انهي قناعه؟ هل انت مع قناعه ان النادي الاهلي لا يغير ولا يغير على حسب يعني بيتسو موسيماني كان بيغير على حسب المباراه يعني في مباريات كان بيلعبها ب 3-4-3 مباريات ثانيه لا يلعب 4-3-3 مباريات ثالثه يلعب 4-2-3-1 بص يا كابتن اسلام هو مع النادي الاهلي هتحقق الغرض وهتكسب لان عندك ال 25 لعيب بيقدروا يأدوا اي دور اي دور لكن هنا هتفقد بعض اللعيبه زي قفشه هتفقد بعض اللعيبه 4-3-3 وده حصل بشكل كبير جدا يمكن ده اللي انا بشوف ان ده خد من قفشه بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره تغيير طرق اللعب وهنا بقول اداء قفشه مرتبط باداء محمد شريف لان قفشه طول ما هو بيلعب 10 بيلعب اللي هو من نص الملعب لل 18 دي الحته اللي بيلعب فيها قفشه او بيجيد فيها لكن في الـ لو هتلعب على طرف من اطراف الملعب هي دي بتاخد منه بشكل كبير جدا فطرق اللعب مهمه ان انت تستغل كل مفاتيح اللعب عندك المهمه وطبعا كان من اهمهم قفشه وشريف واللعيبه كتير حتى مع اطراف الملعب طيب دايما مواجهات النادي الاهلي مع الانديه شمال افريقيا بيبقى ليها طابع خاص شايف ان فريق الاتحاد المنستيري ممكن يعمل ايه مع النادي الاهلي اكيد هيبقى النادي الاهلي اكيد هيبقى مقفل على مفاتيح اللعب النادي الاهلي هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا وخصوصا زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي هو كتاب مفتوح لاي فريق في افريقيا فاكيد هيبقى مقفل على مفاتيح اللعب هيبقى مضطر ممكن بعض الشيء او حسب ما الراجل هيبقى مقسم المباراه للكرات المرتده او الهجمات المرتده لكن زي ما قلت لحضرتك مهم احنا علينا النادي الاهلي ان احنا ناخد المبادره لو خدنا المبادره الامور هتصعب عليهم بشكل كبير جدا او لو قدرنا نحرز هدف في اول مباراه
ده ممكن يربك حساباتهم. ملعب صغير جوه الملعب ومدرجات الملعب صغيره يعني. ملعب اتحاد المنستيري من الملاعب حتى اللي كان بيوصفها لنا كابتن جمال للحاج من شويه ان هي من الملاعب الصغيره سواء في المدرجات او. هل ده ممكن يفرق مع النادي الاهلي برضو؟ ممكن ياثر على اللعيبه معنويا طول ما الجماهير قريبه طبعا. وده يمكن ده حصل لنا حضرتك ترجع بالذاكره برضو ورا الهلال السوداني في السودان. ده كان مؤثر عليه بشكل كبير جدا. وطول ما اللعيبه بيبقى بسبب الضغط الماتش ده ماتش غريب اولا ثانيا ماتش كان كده كده يعني كده كده كنا واصلين فانا بقول لحضرتك على كله كان مريح. اللعيبه الكبيره كانت مريحه لكن اجواء ممكن تاثر بعض الشيء قرب الجماهير من اللعيبه ممكن ياثر بعض الشيء لكن ده بيرجع للعيبه الاضاءه لو فاكر الاضاءه دي كنت تحس ان الاضاءه كان في خيالات فاكر طيب كان في كذا حاجه الإضاءة. انا عمال افتكر كل شويه الماتش ده ضعف الاضاءه كان مغير حاجات كتير صح. انا برضو ممكن اللي بياخد طول ما النادي الاهلي بيلعب في ملاعب واسعه طبعا بياخد راحته وبيبقى كل مفاتيح اللعب بتاعته شغاله يعني تلعب الظهر وتلعب في ملعب صغير وتلعب مش الظهر الساعه 4 يعني ممكن تبقى صعبه عليك بعض الشيء لكن على لعيبه النادي الاهلي انها تتغلب على كل وده وضع طبيعي. ده وضع طبيعي ان انت لازم تحقق المكسب تحت اي ظروف. مستوى التحكيم هل مقلق من مستوى التحكيم يعني الطبيعي؟ حتى احنا كنا بنشوف ده كتير جدا والجيل بتاعه كان بيشوف المستوى التحكيمي ولكن كان دايما يقول لك ايه مانويل كان دايما يقول لنا ايه هنكسب ان شاء الله هنكسب بس مالكش دعوه بالحكم وانت كده كده احسن من اي فرقه وكان عندك المقدره ان انت احمد مش موجود اسلام موجود اسلام مش موجود بركات موجود بركات مش موجود تريكا موجود. هو دوت طول ما انت خارج عن التركيز مع الحكم ده ممكن هتلاقي التركيز مع الحكم تركيز مع الجماهير تركيز مع ده بياخد منك بشكل كبير جدا. لكن دايما وانا بقول لعيبه النادي الاهلي مركزه والجهاز الفني مركز كان زي ما مستر مانويل بيقول لنا على طول ان ما تخليش اي حاجه خارجيه تاخد تركيزك حتى حكم المباراه وسيبوني انا هتعامل معاه. كان مستر مانويل كده دايما بيلع جاكيتات مع اننا كنا ضد ده كتير لكن هو كان بيحب كده يعني يقول لك انتوا ركزوا في الملعب وانا سيبوا لي انا اي حاجه خارجيه انا بتفرج على اللي بيعمله. فلا يعني طول ما التركيز اللعيبه على ادائها عامل ازاي او الشكل الهجومي والشكل الدفاعي اللي هيأدوا بيه مع ان برضو ده بيبقى الدور الاكبر على الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر ان هو يعني يسبب ضغط بعض الشيء بس بيبقى خارج عن نطاق اللعيبه وتركيزها في المباراه يعني. اكيد الاهلي استفاد من وجهه نظرك بالثلاث وديات؟ اكيد مهم لان الراجل كان مهم يشوف اللعيبه. الراجل لسه جاي ويمكن من الحاجات الايجابيه اللي حصلت ان الراجل كان على درايه كامله بالصفقات الجديده اللي جت وكان مهم جدا ان هو يشوف طرق اللعب اللي هتتناسب مع اللعيبه ويمكن اكيد استفاد بشكل كبير جدا لان كتر المباريات الوديه ده كان مهم قبل خوض مباريات رسميه بحيث برضو ان الراجل يبقى على درايه كامله بطرق اللعب اللي هيلعب بيها باللعيبه بامكانيات اللعيبه الموجوده. واللي انا بتمناه اكتر ان اللعيبه كلها تبقى في كامل استعداداتها بعيد عن الاصابات وعن اي حاجه. طول ما اللعيبه في كامل استعداداتها مع اللعيبه والشكل بيبقى مكتمل للعيبه ما فيش اصابات ما فيش غيابات ده هنا بيدي حريه حركه للراجل في وضع اي تشكيل مناسب. حتى اللعيبه اللي بره ان شاء الله يبقى ليها دور ان هي تنزل تغير برده للاحسن. كولر الايام دي برده بالحاجات اللي لفتت نظري انه بيقف كتير مع بعض اللاعبين او مع كل اللاعبين بمعنى ان هو النهارده واقف مع احمد بكره واقف مع اسلام بعده واقف مع بركات بعده مع كذا مع كذا مع كذا فاعتقد ان ده شيء جيد برضو انه بيقف معاهم فترات يعني ممكن يخليه يسيب التمرين يقف معاه من الواضح ان هو بيشرح حاجه بيشرح طريقه لعب او بيشرح مهام بيوكلها او بيقولها للاعب ده. اكيد يا كابتن اسلام دي برضو بتديك مؤشر ان المدرب ده مدرب كبير مدرب كبير يمكن بتختلف من مدرب لمدرب سواء هنا يقول لك حتى في النظري طبيعي ان هو يقعد يقف يتكلم معاك كده في النظري يعني انا بس ممكن بيسحب لعيب يقعد يتكلم معاه شويه هنا بعض الشيء الاداء الفني داخل الملعب ما يبقاش متطلب اداء متطلب جلسات خاصه مع بعض اللعيبه يمكن دي زي ما بقول لحضرتك بتختلف من مدرب لمدرب ممكن مدرب يقف مع لعيب في الملعب والتمرين شغال
وممكن مدرب تاني بعد التمرين ما بيخلص بيبقى في جلسات خاصه في اوضه اللبس بيجيبوا مثلا اوضه المدير الفني ويتكلم معاه. لكن هنا ممكن يطلب منه حاجات بعض الشيء وينزل ينفذها والتمرينه شغاله. فدي برضو بترجع لشخصيه المدرب. لكن دي من مواصفات او من امكانيات المدربين الكبار. فعشان كده الواحد يعني متفائل بشكل كبير جدا مع مستر كولر ان شاء الله يبقى فيه اداء جيد. وقف مع الشناوي تحديدا محمد الشناوي واتكلم معاه عن دي انا عرفتها يعني ان هو وقف واتكلم معاه عن دوره كقائد جوه الملعب لما بيبقى موجود والتركيز اللعب عليه ان هو اللي هيلعب يعني لا اقف اتكلم وكان واضح يعني لانه بيشرح له بيقول له لازم تتكلم مع اللي على يمينك واللي على شمالك. اكيد ممكن يبقى بيركز على الشناوي في حاجات معينه ان هو كقائد للفريق حتى كان هو حارس مرمى وقائد من ورا ممكن بعض الشيء اللي سردباكات ممكن بتسرح شويه او باكات بتسرح شويه فهو اكيد كان بيطلب منه حاجه زي دي ان هو دايما الصوت الشناوي على طول في المباريات يعني صوته عالي وبيفوق الناس فممكن دي تبقى من السلبيات اللي الراجل مثلا شافها في الناس اللي قدامه او السيلدر باكات اللي قدامه او الباكين اللي قدامه فعلى طول كان لازم صوت الشناوي حته الفوقان حته ان انت تقفل بشكل جيد. اعتقد اي حارس مرمى كمان خصوصا ان هو لو كابتن الفريق دي ملكه دي بتبقى ملكه وكابتن الفريق كمان وكقائد للفرقه وان هو كحارس مرمى شايف الملعب كله فدي كل الصفات دي متوفره في الشناوي وده اللي فارق حتى مع الشناوي بشكل كبير جدا في ادائه ان هو يوصل للليفل دوت او التوب ليفل ان انت توصل تبقى الجون الاول لمنتخب مصر وتبقى زي ما بيقولوا في حته ثانيه دي ليها مقومات كبيره جدا اكيد الشناوي يستحقها دي. لو جينا نتكلم عن تشكيل اعتقد هيبقى صعب ان احنا نتكلم عن تشكيل. يعني انا مش عايز اسمعه يعني لكن انا بسال حتى لما تيجي تتكلم عن تشكيل دلوقتي تتكلم عن تشكيل ازاي وانت ما شفتش حاجه. ممكن تتوقع تشكيل لثبات القوام لثبات القوام الاساسي وخصوصا في حاجات ايجابيه يا كابتن اسلام حصلت كتير ان انت قدرت تحافظ على القوام الاساسي للفرقه ما حصلكش دروب فغيرت قوام كامل او عملت طفره في جيل لكن لا الجيل ده عنده مقومات البطوله عشان كده كان مهم جدا من الايجابيات ان انت قدرت تحافظ عليه تريحه بشكل جيد وتضيف عليه بعض الصفقات اللي هي تقدر تغير معاك الشكل الهجومي. لكن ممكن بعض الشيء تتوقع تشكيل وهو ده اللي هيبقى موجود بالشكل الاكبر في المباريات. طيب كيف ترى صفقات النادي الاهلي؟ يعني ثلاث صفقات شادي ومصطفى وبرونو. هل النادي الاهلي يحتاج صفقات اخرى من وجهه نظرك؟ ايه شايف الصفقات ازاي؟ ايه وجهه نظرك في هذا الامر؟ انا بشوف ان هي صفقات جيده لسد او لاضافه بعض الشيء للخطوط اللي كان ممكن فيها مثلا تقصير عندك شويه. يمكن حته نص الملعب مصطفى ميسي ان هو لعيب صغير سريع بيقدر ينقلك بشكل جيد برجله على الجون كويسه بيشوط على الجون. بشوف برضو كتر اللعيبه في اوضه اللبس ممكن يسبب قلق شويه او حته الانصهار او الدخول زي ما قلت لحضرتك لعيب او اثنين او ثلاثه ده مش هياثر على الاداء الفريق بشكل كامل. لكن كان مهم اللي كان اصعب على اللعيبه ان هي تريح ده اللي كان واخد من اللعيبه بشكل كبير ضغط كتر ضغط المباريات خد منهم كتير. لكن مع لعيب اثنين ثلاثه مع شادي حسين اكيد اضافه قويه في خط هجوم النادي الاهلي لعيب قوي سريع بيلعب على الجون كويس. شادي كمان يعتبر مش عايز اقول ابن من ابناء النادي الاهلي وحته حميته ان هو عايز يجي النادي الاهلي دي برده هتفرق معاه وان هو يبقى يضيف لخط هجوم النادي الاهلي. فاعتقد طبعا لما تربى في النادي الاهلي ولكن كان مشجع دايما كان بيروح يتفرج على ماتشات الاهلي وكده يعني طبعا دي هتضيف له بشكل كبير جدا حرقته وحميته على ان هو يكسب او ياخد بطوله مع النادي فاتمنى ان هو يكون صفقه اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي. برضو واحنا بنتكلم الناس يعني ايام الجيل بتاعكم انتوا كان اعتقد كل سنه ما كانش بيبقى الاضافه كانت بتبقى 3 4 لعيبه بالكتير يعني برضو عشان الناس انا نفسي الناس تتذكر ما سبق لانه دايما تاريخنا هو اللي قدامنا وهو اللي بنشوفه. حضرتك لما كنت موجود كان بيجي الصفقات اللي بيجيبها النادي الاهلي في ذلك الوقت كانت صفقات على قد اللي مطلوب على ما اتذكر يعني انا مش فاكر ان احنا كانت صفقه او اتنين كل سنه
وهو هو القوام موجود. لا باستثناء طبعا 3 4 دي كانت صفقات كتير، لكن بعد كده كانت الصفقه في 5 في 6 في 7 في 8 صفقه يعني ولا اتنين كانوا بيخشوا ايه كمان. ما هو كابتن اسلام ده لو انت هتغير 6 او 7 صفقات او 8 صفقات كده يبقى انت ممكن يعني عايز تطلع من جيل تروح لجيل تاني. مظبوط. فانا بقول لحضرتك من الحاجات الايجابيه ان انت محافظ على القوام الاساسي اللي هو عنده مقومات البطوله، غير لما هتجيب 7 أو 8 لعيبه لسه هيخش النادي الاهلي ولسه هيشوف اداء النادي الاهلي عامل ازاي. ودايما بتكلم ان ممكن صعب اي لعيب ينجح داخل النادي لكثره الضغوط عليه وان صحيح. هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي. صحيح. ممكن اللعيب يبقى مكسر الدنيا في اي نادي ويجي النادي الاهلي مش هو بنفس الاداء، فيقعد 6 شهور يقعد سنه يمشي. فاللعب في النادي الاهلي مختلف، اللعب في النادي الاهلي مختلف. كونك ان انت تأدي بشكل جيد على مدار موسم كامل ده بتحط رجلك اكتر، بتاخد ثقه اكبر، بتبقى بتخش داخل جيل بيقدر يحقق انجازات للنادي. فده مهم جدا على اي صفقه جديده ان هي لازم تبقى مقدره ان النادي الاهلي مش زي اي نادي تاني، نادي بيلعب على البطوله، نادي دايما بيلعب على المكسب. فده هيفرق حتى مع ادائه، طموحك لازم يبقى متجدد. فهيفرق مع ادائه ويفرق مع الاداء الجماعي اكيد. محمد شريف، شادي حسين، حسام حسن، برونو معرفش بقى هيحطه قدامه ولا هيلعبه ورا، حتى بيرسي تاو يعني ان شاء الله لما يرجع من الاصابه. 4-5 في الناحيه الهجوميه، او في الناحيه الهجوميه 9-10 يعني. فاعتقد ان ده رقم 9 يعني او رقم 10، اعتقد ان ده شيء جيد وتنافس جيد ما بين كل اللاعبين يبرز الافضل، والافضل هو اللي يلعب. اكيد يا كابتن اسلام، وده لازم اللي يوصل للعيبه، لازم يوصل للعيبه ان انت دايما في منافسه، دايما في منافسه زي ما بتتكلم في مراكز في الـ في الـ في الفرقه. هو ما فيش زي حارس المرمى، هو ملهوش غير بديل واحد. راس الحربه ما فيش غير هو اللي هيلعب واحد. فهنا ممكن يسبب مشكله للعيب مش للنادي، لكن طول ما انت موجود 3-4 ده بيبقى اضافه للفريق، وخصوصا الاحسن يلعب. ودايما داخل النادي الاهلي الافضل والاحسن هو اللي بيلعب. فاللي هيأدي بشكل جيد، اللي هيبقى اضافه للفرقه، اللي هيفرق مع النادي او مع الفريق في ادائه الهجومي، اللي هيحقق الغرض والمكسب، اللي هينفذ تعليمات الراجل، اكيد هو ده اللي هيبقى موجود بصفه مستمره. تتوقع اخيرا يعني تتوقع نتيجه المباراه ايه؟ وهل النادي الاهلي هيحسم المباراه هناك ولا هننتظر كجمهور النادي الاهلي المباراه الثانيه؟ لا احنا بشكل كبير جدا ان شاء الله نقدر نحسب المباراه هناك. اتفرجت على الاتحاد المنستيري يا احمد ولا لا؟ بقالك فتره. لا ما ما تابعتوش بشكل جيد، لكن دايما مهم جدا على النادي الاهلي ان هو بينزل يفرض اسلوب لعبه. وده اللي لازم اللي يبقى الراجل مقتنع بيه واللي لازم يشتغل عليه. طول ما انت هتنزل تفرض اسلوب لعبك، دايما بتكلم عن النادي الاهلي، طول ما تلعب فريق صغير او فريق كبير او خارج ملعبك او داخل ملعبك او في افريقيا او في اي بطوله، طول ما انت بتفرض اسلوب لعبك هيفرق معاك. حتى في لان النادي الاهلي دايما الفرقه بتقلق منه. لو خدت المبادره فانت كده خدت الغرض، خدت من معنوياته 50%. فلو حققت المكسب او خدت المبادره هيفرق، هيسهل عليك المباراه هناك وتقدر تحقق نتيجه ايجابيه اكيد تريحك في مباراه العوده. برضو اخيرا قبل ما يعني اقفل معاك هذه الفقره، برضو عايز اسالك الدوري السنه الجايه. الدوري السنه الجايه دايما السؤال ده هذا الاسبوع، لانه احنا بعد مباريات الاتحاد المنستيري سواء هنا او هناك الذهاب والعوده هترجع تلعب الدوري على طول. اخبار الدوري، شايف الدوري في ظل صفقات كثيره جدا في الدوري او في فرق الدوري العام كلها؟ اكيد يا كابتن اسلام، اللي حصل يمكن تكمله للموسم اللي فات وخلص بشكل جيد، ان ظهر اكتر من فريق، بقى الدوري قوي، بقى الدوري قوي وفي منافسه بين حوالي 5 أو 6 انديه في القمه. حتى في نص الجدول كان في صراع برضو من بعض الفرق، كل الفرق بتدعم، وده يمكن اللي بيضيف للكره المصريه. هتلاقي منتخب قوي، طول ما انت الدوري بتاعك قوي هتلاقي منتخب قوي. فلا في 5 6 فرق يعني مدين للدوري طعم، بيدعموا بصفقات كبيره جدا، بميزانيات ماليه كبيره جدا، وده يمكن مسهل عليهم حته التعاقدات مع بعض اللعيبه واللعيبه النجوم. فده فارق مع الدوري ان انت بقى عندك 6 أو 7 7 فرق بينافسوا مع الاهلي ومع الزمالك ومع بيراميدز. فلا الدوري مختلف وشكل كبير، هيبقى مختلف السنه. هيبقى مختلف. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا شخصيا اتمنى النادي الاهلي في المباراه اللي جايه كمان، لانها مباراتين، انا بشوف ان المباراتين دول هيتوقف عليهم حاجات كتيره جدا. هيتوقف عليهم احنا لغايه دلوقتي حتى في الثلاث مباريات ما شفناش
ثلاث مباريات الوديه يعني ما شفناش شكل واداء النادي الاهلي، فننتظر ان شاء الله يوم 9 ايه اللي هيحصل. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا ودايما بتشرف وتنور. ربنا يخليك يا كابتن، من الحلقات دايما اللي بستمتع بيها مع حضرتك. حبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز وزميلنا كابتن احمد عادل. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري وكلام مهم جدا في الصحافة التونسية وكيف تدير الصحافة التونسية ما يحدث أو في هذه المباراة تحديدا، مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد المستري، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، أستاذنا استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، مساء الفل. اهلا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن منور، شرف ومنور. معلش اخرناكم شويه بس قاعدين بقى. لا لا احنا قاعد الرجاله لسه ما جاتش 12. صح، حلو. فلسه طالما عدينا يعني قبل 12 يبقى خلاص، يبقى كويس جدا. احنا النهارده لسه يعني. ازيك يا استاذ جمال؟ مساء الخير. كله تمام الحمد لله. الدنيا تمام يا استاذ محمود؟ الحمد لله. استاذ محمود شكله صاحي من 8 الصبح. صح فعلا، وهتصحى 8 الصبح. ما هو عشان كده بقول لحضرتك اهم حاجه ان احنا ما تعديش 12. اليوم ما عداش، اليوم لسه ما عداش. يعني لازم كده حقك من اوله لاخره، حقك واصلك يعني. ان شاء الله. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك بخبر بالنسبه لي هو الخبر الاهم وجهه نظري، ان خبر ان اتحاد كره القدم وان هو هيدي كل الفلوس اللي عليه للحكام. اعتقد ان ده خبر جيد جدا، ولكن الحقيقه الخبر ده بنسمعه كل سنه، وبعدين اجي اكلم الحكام يقولوا لي ما خدناش حاجه. ما هو هي المشكله مش ان هو يبقى في قرار بكده، المشكله تنفيذ هذا القرار. وعلى فكره دي شكوى برضو يعني كبيره جدا من الحكام يا كابتن اسلام. طبعًا دايما طبعا ان المستحقات بتاعتهم بتتاخر وحقهم. ويجب ان يكون في اطار التعديل اللي بيجري على مستوى لجنه الحكام، يبقى ده جزء اساسي انه المستحقات توصل للحكام في وقتها. عشان يبقى كل عنده حماس ان هو يشتغل. يعني يؤدي عمله، لانه يعني ابسط طريقه لتطوير التحكيم هي الاهتمام بالحكام ومستحقاتهم الماليه واي شيء اخر. يعني كل ما يتعلق بالحكام يجب ان يكون موضع اعتبار واهتمام. اذا كنا عايزين نطور التحكيم بجد ما يبقاش مجرد كلام يعني. فشيء كويس ان الاتحاد يعلن هذا الكلام، لكن سنظل منتظرين تطبيق هذا الكلام على ارض الواقع. ايوه، يعني لغايه ما الحكام نفسهم يطلعوا ويقولوا لنا انه كل الامور تمام. يعني ما يبقاش في حاجه متاخره يعني. طيب استاذ محمود برضو نفس الكلام، اهم حاجه لانه احنا دائما ما نبحث عن العداله التحكيميه، ولكن قبل ما تبحث عن العداله التحكيميه وفر للحكم ما يريده. طبعا لا، ده كلام غريب جدا يا كابتن اسلام، انك تطلع تقول لي قبل بدايه الموسم احنا خلاص هندي الحكام مستحقاتهم القديمه. مستحقاتهم القديمه ده في حد ذاتها كارثه. ليه بقى؟ انت اردت كاتحاد كوره عملا احترافيا. نعم. فاستعنت بخبير أجنبي سيتقاضى شهريا مليون جنيه. أنا أعتقد راتبه 25,000 دولار. قل لي هتعمل في إيه في راتب؟ هتقدر مع كراتنبرج تأخر راتبه؟ هو بياخد مليون جنيه في الشهر؟ أعتقد، أنا بقول لك 25,000 دولار زي ما هم أعلنوا. 25,000 دولار يبقى مش مليون جنيه. مليون جنيه؟ لا أكتر. 25,000 دولار يعني أكتر. 20 في 20 لا يعني 500,000 جنيه. ليه؟ لا احسب في 20. في 20 يبقى مليون. 20 في 20 لا 20 في 20 500,000 جنيه يا كابتن. 500,000 جنيه ده مرتبات الطقم المجموعه كلها يعني. على مدار على مدار الحدوته. قصدك ان المرتب كبير يعني؟ المرتب طبعا مرتب كبير. مش ده مش مشكلتي، انت جبته وعندك امل ان الراجل يطور، لابد التطوير. اعتقد الراجل نقل لرئيس اتحاد الكوره واعضاء المجلس المشاكل اللي اشتكوا من خلالها الحكام في الكلام اللي يعني كلموه على نقص في الادوات، كلموه على مشاكل السماعات، كلموه على مشاكل الرواتب وتاخرها، الحوافز، على الدورات التدريبيه، على علاج الاخطاء، على يعني العلاج الشخصي. كل الكلام ده على فكره تم المناقشه فيها يا كابتن. فانت هذا الخبر خبر متكرر، ده يمكن جه بدري شويه، احنا دايما بنسمعه
بعد مضي 10 12 اسبوع او نص اسبوع لك ايه وقرت حاجه صرف 6 مليون جنيه مستحقات حكام متاخره من الموسم الماضي. هم بيشتغلوا ازاي؟ صحيح. والحكم ده عنده مسؤوليات وعنده طبعا إيه؟ يا عم هو انتوا عمالين تدافعوا عن الحكام بقى تلاقي الناس بتقول لك دلوقتي ايه؟ هو انتوا عمالين تدافعوا عن الحكام وتقولوا كذا؟ ايوه يا جماعه ما هو احنا عايزين الوضع يبقى كويس. احنا عايزين الوضع يبقى كويس خلاص. عايزين العداله التحكيميه الجديده. يا اما انت معتمد على ان هم بينتموا اصلا لمؤسسات بيعملوا فيها بتقادر رواتبهم والتحكيم عمل اضافي هو ده الغالب. غالب جزء معروفين تبع شركات بترول وجزء تبع مش عارف ايه. انا مش هنتكلم في الموضوع ده لانه دي مسائل بيحكمها ضمير وبتحكمها امور تانية احنا مش هندخل فيها يعني. لكن عايز اقول لك كابتن المفروض ما دام انت وضعت رجلك على الخطوه الاساسيه والرئيسيه ما كان يجب عليك ان تنتظر حتى تبدا انطلاق الموسم. كان بمجرد انتهاء الموسم الماضي في 30/8 تقول في اختموا يا جماعه وخلاص احنا قررنا صرف كل مستحقات الحكام المتاخره وان احنا كمان هنعمل نظام مختلف في الموسم الجديد انه هيبقى عندنا شكل مختلف بعد اتفاق مع كلاتنبرج على حاجات كتيره جدا هنطور وهنعمل 1 2 3 4 ما تبقاش الحاجات دي من الغيبيات ومحدش يعرفها عشان الحكام تقول لك ايه الله انت بتقول ليه في الكلام وهنسمع من الحكام يقول لك ايه ان احنا ايه ما خدناش ما ده الكلام ده في حد ذاته في منتهى الخطوره برضه يا كابتن. وخلي بالك وبعدين خلي بالك كابتن معلش اقطع كلام حضرتك الانديه عليها ان هي قبل بدايه الموسم زي ما قلنا ونطور تضع قيمه ايه القيمه الماديه اللي بتدفعها تسلمها لاتحاد الكوره برضه دي حاجه غريبه برضه على فكره يعني المفروض اتحاد الكوره اصلا بيدفع الكلام ده من عنده خصما خصما اذا كانت للانديه مستحقات فاعتقد ان الامور يعني الامور ايه عاوز اقول لك على المستوى إن أنت أردت أن تبحث عن تطوير وتغيير عليك أيضا أن تحافظ على كرامة الحكام وكرامة الحكام يبدأ نمرة واحد من وجهة نظري هي المحافظة على أنهم يتقاضوا رواتبهم في مواعيد محددة لا تؤجل إلا إذا كان اتحاد الكرة يعتمد على أنهم أصلا يعملون ويتقدمون رواتبهم من أماكن أخرى دي وظيفة تانية دي حاجة تانية مختلفة وبقول له استنى لما إيه تفرج إن شاء الله نبقى نديك إيه حقك الكلام ده في منتهى الخطورة يا كابتن لأنه اتقال لك إيه كان زمان الحكم بيخلص يبقى إداري صاحب الأرض الإداري الفريق صاحب الأرض ومنتظر بيديله الظرف المفروض له اتفضل مش ده كان اللي بيحصل الاول؟ ده كان بيحصل الاول على فكره، بعد كده الفتره الاخيره قال لك لا لازم فلوس توضع في اتحاد الكوره، واتحاد الكوره هو المسؤول عن ايه؟ عن المقاطعات منعا للقيل والقال وكده 10 على 10 وده الافضل انك انت ايه؟ بتخصم مثلا كل نادي ليه 15 مباراه على ملعبه لهكذا ولهكذا، المفروض الحاجات دي حاجات واضحه مش محتاجه يا كابتن انك انت تنزل تعالى تقول ايه؟ وقررنا صرف الماضي، طب والجديد؟ اللي هيبدا بعد بكره هتصرفه امتى؟ طب والحاجات الثانيه؟ السنه اللي بعديها ان شاء الله انا بقول لك اهو فعاوز اقول لك يعني ايه؟ انت استعنت بخبير اجنبي والخبير الاجنبي عاوز يطور على المستوى الفني لابد ان يتبعه بالتدريج تطوير لحمايه التحكيم عندك على المستوى الاداري وحمايته بايه؟ بالمنظومه اللي انت عاملها محدش يدخل محدش يقرب اللي بيدفع الفلوس دي والمرتبات دي يا جماعه ده اتحاد الكوره يدفعها ازاي انت مالكش دعوه لكن انت ما تدخلش الانديه طرف وتيجي تقول لي لا يا فلان عليك فلان ادفع مش عارف ايه طب والانديه الثانيه مش تقدر تدفع المبالغ دي في انديه مش تقدر تدفع لك الفلوس دي هتقول انا عاملها خصما من اذا كان لي مستحقات عندي او الكلام ما فيش الكلام ده لا المفروض الكلام ده يبقى واضح ومحدد واعتقد انه سيكون موسم مشتعل موسم مثير محتاج من دلوقتي وضوح الرؤية فيه وخاصة لابد من حماية التحكيم أيوة. وأن بصورة واضحة لا تقبل النيل منه ولابد أن توضع لائحة قوية جدا وتنفذ اللائحة اللي يريد تطبيقها كلاتنبرج من في اتجاه تصريحات المسؤولين الإداريين المديرين الفنيين اللاعبين رؤساء الأندية تجاه التحكيم لابد هيكون فيها عقاب لابد ان يطبق هذا الكلام لابد يكون فيها خصومات لابد ان يكون فيها موقف واضح واذا لم يتم حمايه التحكيم بالصوره المطلوبه هتكون في مشكله كبيره في الموسم الجاي استاذ محمود ده موجود على فكره موجود بس لا يطبق ولا ينفذ لا تطبق وتنفذ كمان في نقطه برضو يعني والاستاذ محمود بيتكلم انا افتكرتها شكوى انا بسمعها على لسان حكام كتير اتفضل الكل بيتكلم عن الفريقين ازاي بيروحوا الملعب يعني يعني عندك مثلا الاهلي بيلعب مع نادي اخر بيروحوا الملعب بترتيبات معينه والانديه بتاعتهم بتوفر لهم طبعا وسيله انتقال صحيح. محترمه ومناسبه الحكام على فكره بيتصرفوا من نفسهم يعني
الحكم مع حاله، كل واحد مع حاله، كل واحد مع حاله يا كابتن اسلام. ايوه، ودي نقطه ممكن جدا الحكم وهو ماشي بعربيته يحصل كارثه. لا طبعا يحصل مشكله، ده لما عربيه بقى كويسه كده. ايوه، ما انا بقول لحضرتك ده في ناس بتركب حتى في دوري القسم الثاني تحديدا بيركبوا مواصلات. فطبعا دي مساله يجب برضو من ضمن اذا كنا بنعيد ترتيب الامور ان يكون اتحاد الكره مسؤول عن توصيل هؤلاء الحكام الى الملاعب. لا، بشكل محترم يعني. يا استاذ جمال، ده في مشكله حصلت الدوري اللي فات. يا كابتن، مش احنا بنتكلم دلوقتي على فكره. إيه؟ انا معاك، بس انا يعني أيوة. أوه. الناس اساسا ما خدتش المستحقات الموسم السابق. اصل انا بقول لحضرتك دي حضرتك بتقول شكوى من الحكام. طبعا عندهم يعني حق. انا في حكام بيكلموني على فكره، عندهم حق، بيقولوا لي بدل ما انتم عمالين تنتقدوا التحكيم ما تشوفوا الاول مشاكلنا. طب ما دي جزء من المشاكل مع حضرتك. يعني بيقول لك، وعايز اقول لحضرتك حاجه، الاسبوع اللي جاي هاخصص حلقات وليس حلقه واحده، ان شاء الله حلقه كل اسبوع لمشاكل التحكيم ولا اي حد من الحكام. وانا اجيب لكم الحكام اللي عاوزين يتكلموا. انا موافق. والله انا موافق. اللي عايز يتكلم ويقول اي حد من الحكام في مصر يحتاج ان هو يشرح مشاكله، على ان انا في الاخر انا اللي هو انا اللي يهمني ايه. مش احنا بنقول عايزين وانا اللي يهمني ايه يا كابتن؟ راحه الحكم وادائه. انا عايز اداؤه كويس، عداله تحكيميه خلال الفتره اللي جايه. مش عايز تيجي تقول لي اصل انا جيت احط بيرسي تاو لقيته متقدم خطوه فعملت الخط من فوق لتحت. انت عايزه يبقى مركز. عايز حكم، عايز حكم مركز ومستريح من جميع النواحي. طبعا طبعا، اللي هو يبقى متفرغ لاداء دوره. يا استاذ جمال، ده في حكام اتاخرت بيهم المواصلات. ايوه، اتمنعوا من دخول الملعب. هو عشان هو مش جاي في الوقت. ايوه اتاخر المواصلات. اتاخرته، اتمنع من دخول الملعب بعد مشكله وتدخل، مش راضين يدخلوه. انا مش عايز اقول اسماء الحكام، بس مش عايز اقول لك ايه. لا، في حاجات بتحصل. لا، والحكام طلعوا قالوا احنا اتاخرنا وحصل معانا مشكله، والناس اللي بره ما نعرفكش. ما دي مشكله على فكره. طلع كارنيهاتك. مفيش يا عم، انت مفيش يا عم. لا، مش احنا لجنه الحكام واتحاد الكوره والناس كلها بتطالب الاعلام بايه؟ بانه لا يعترض على قرارات التحكيم، وبيطالب جميع اطراف لا اللعبه. لا، هو مال الاعلام من حقه، مش من حق لا، وجميع عناصر اللعبه. يعني مثلا الاداري والمدرب انت بتطالبهم ان هم يحترموا قرارات الحكم. قبل ما تطالبهم برضو بكده لازم توفر له البيئة المناسبة للعمل يا كابتن. صح يا استاذ جمال. ده مهم. لكن استاذ جمال الزهيري مثلا مسؤول في نادي اكس. تمام. استاذ جمال الزهيري طلع وقال كل ما يريده. تمام. في حكم المباراة. خلاص؟ وبعدين ما حصلش حاجة. تمام. الاستاذ محمود مسؤول في نادي زد. أيوه. في نادي بلاش زد عشان لا اصل بقى في نادي زد. نادي اسمه زد. نادي ايه؟ اي نادي؟ نادي اكس. نادي اكس. اكس نادي تاني غير اللي بتاع الاستاذ جمال يعني. اكس 2. فالاستاذ محمود طلع قال برضه ما على مساعد الحكم. طيب وبعدين ما بيحصلش حاجه. طب انا هسال سؤال برضه افتراضي. اتفضل. الحكم الاجنبي اللي بيجي طاقم التحكيم بيروح الملعب ازاي؟ لا حاسب. لا طيب، ما هو سؤال اهو. في ال 15000 دولار ولا 15000 دولار؟ لا، هل غير الاقامه؟ غير الاقامه. لا هل بينزل؟ بس مين اللي بيدفعها النادي؟ هل بينزل يا كابتن يقف قدام الفندق استنى تاكسي ويشاور لتاكسي مثلا؟ لا، بيطلب اوبر ممكن. او بيطلب اوبر؟ لا، انا اقصد ايه؟ يعني ما هياش اختراع ان انت توفر للحكم مين بقى؟ الوسيله. لا، اتحاد الكوره. ايوه، ما ده اللي اتفاقه في كل القاهره والمحافظات مع شركات متخصصه باص معين لازم لنقل طاقم التحكيم من مقر رقم. مش طاقم بقى تحكيم، هيبقى تسعة يعني تسعة. ما انا بقول لك اهو، جيب باص. ده الدوري الممتاز. ايوه، جيب باص. انا بتكلمك على بقيه المباريات. ايوه، يعمل كده الثانيه والثالثه. نبتدي بالممتاز يا كابتن. الله، نبتدي بالممتاز. وده يبقى ببلاش يعني، بمقابل بدل ما بياخد مليون 150 زي ما بيقولوا ياخد مليون 200 مثلا. انت ممكن تجيب شركه تحط تبقى راعيه للتحكيم، الحكام بتحط بتجيه على يعني كل على حاجه ممكن على على الايه، على القميص بتاعه. ترعى وتشيل المسؤوليه لو انت عايز، لو انت عاوز تعمل حاجه زي كده. صحيح. لكن انت المساله تسيبها كده وتدعي الحكم لظروفه ولظروف من يواجهه في الطريق او يلتقي به، تبقى مشكله. انت عندك، لا عندك عاوز تعمل ما دام قررت تطور يبقى طور الكل. بالظبط. يعني ايه؟ ما تقوليش لا، عاوز تنجح وعاوز تعلي المستوى يبقى لازم يكون عندك تحكيم جيد جدا وقوي. أيوة. وليه شخصيه وبيتحمي وبيحافظ، والحكم نفسه عارف انه لابد ان يعني ايه، انه
ما يفكرش في اي حاجه ويبعد عن اي ضغوط. ولازم يكون في مراقبه. مراقبه بمعنى ايه؟ مراقبه للتصرفات التحركات، مش بفرض عليه وان انا اضغط واعمل له مشكله، لا، كمان ان انا الاخطاء اللي بيرتكبها اعالجها بالصوره اللي تتناسب من غير ما اقلل منه، لانه قرار الحكم بيتاخد في كسر مش في كسر، في لمح ما بيعرفش يرجع فيه. طيب اي حد يقول الكلام ده تفتح مواضيع. طب بمناسبه تحركات الحكم خارج المستطيل الاخضر، ما ينفعش حكم يروح يتعشى؟ انا بكلمك اهو بقى، يروح يتعشى ده كابتن محمود عاشور مع الكابتن ايا كان بقى مين. طبعا ما ينفعش يعني، لابد يتعشى في الوش بدل ما يتعشى، ما حدش يشوفه. ده قاضي الملاعب، قاضي الملعب ده رايح مع اصحابه. انا بقول لك اللي بيتعمل، مش معنى كده ان انا ان انا موافق، لكن انا بقول لك اللي بيتعمل. انا رايح مع اصحابي، ما انت مالك؟ مش في حاجه يعني اسمها لو انا واستاذ جمال رحنا ايه اللي هيحصل؟ مش في حاجه اسمها نتقي الشبهات ولا مفيش؟ ده في ديننا وفي اخلاقنا. انا النهارده راجل في موقع وعنده مشكله. على فكره لما يكون مشكلة. ليك واحد صاحب شغال في مجال في النيابه العامه او في القضاء او غيره، تحركاته هو بيبقى فارض على نفسه. طبعا اسلوب معين في التعامل، يعني ما ينفعش يقعد في قاعدة معينه وهكذا. يجب ان يكون الحكم، ما احنا بندور النهارده على وسيله جديده لظهور الحكم بالشكل اللائق به. نعم، وده شيء مهم جدا، لاننا بنتمنى في النهايه ان احنا كمان ما نضطرش ان احنا نعالج مثل هذه الامور او ننتقد. احنا بنتمنى ده، عايزين افضل شكل ممكن للحكم الذي يدير المباريات في الدوري المصري. طبعا، لانه في النهايه الحكم ده انا بطلبه، بطلع انتقده، بطلع طبعا مش قادر يجري، او الحكم ده جري، او الحكم ده لم يكن عادلا في تحكيمه للمباريات. بلاش مباريات الاهلي، انا بتكلم في كل المباريات. وانت مش بتعمل له اختبارات بدنيه عشان يبقى شكله كويس، ما يبقاش عنده كرش؟ في البداية بيقولوا انا ما بشوفش. لا، عشان ما يبقاش عنده كرش، عشان يعرف يجري، عشان كذا كذا كذا. لما انت بتوفر له الحاجات دي او بتهتم بيها، اهتم كمان بالامور. يعني بقول لك في حكام بيتعرضوا، ممكن جدا ينزل يركب 3-4 مواصلات عشان يوصل الملعب في بلد بعيده شويه، في مكان نائي، بلد نائيه يعني. فهل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ حد يقول لنا من لجنه الحكام هل هذا الكلام بيضايقهم ولا لا؟ بيضايق الحكام ولا لا؟ طبيعي يا استاذ جمال، احنا خلاص متعودين على كده في الظروف. لكن هو حضرتك انت، انا بقول لك اهو، انت بتقول بدات تاخد خطوات، كمل خطوتك بكامله بقى. ايوه يعني اشملها على ايه؟ ما تاخدش بتوع الدوري الممتاز وتعملهم دول خاصه الخاصه، والسيب بتاع الممتاز به، لانه النادي الممتاز به برضه بتاخد من اللي فوق بتنزل تحت يحكم برضه. فلازم تدي نفس الدرجه من الاهتمام. ثانيا، ايه هو المشكله؟ المشكله انه انت عندك قضيه في غايه الخطوره لم يلتفت اليها السابقين. يعني لما تيجي تتكلم يقول لك ايه ده، احنا معانا محمود ابو الرجال، هو ده راح ويباهي بذلك الامر مثلا الكابتن عصام عفتة. على ايه؟ ده محمود ابو الرجال راح بعد دعم من بكاري جسامه لانه من ضمن الفريق بتاعه. خلاص، فين الباقي؟ فين المشهد؟ كاس عالم الحالي وكاس عالم اللي يسبقه، حتى لو كان خدنا ايه، احنا اللي اسسنا وعلمنا الناس دي كلها، يصل بنا الحال مستوى ان يبقى احنا ما عندناش طقمين او ثلاث تحكيم دوليين في افريقيا يحكموا حتى نهائيات. يعني حتى لما يبقى نهائي الكونفدراليه ما يبقاش طاقم تحكيم من مصر، لما يبقى نهائي دوري الابطال وما فيهوش مثلا، لا مثلا الاهلي مش موجود في المباراه النهائيه، تجد طاقم الحكام اللي واخدين توكيل رسمي بحكم النهائيات، يا بكاري جسامه، يا الحكم سيما بملاك الحكم الاثيوبي، يا اما تلقى دلوقتي مصطفى غربال، يا اما مهدي، يا اما تلقى الحكم المغربي رضوان جاي، ايا كان يعني تسمى الأسماء. هذه الاسماء ربما ظهر بعض الشيء حوالين محمود البنا. طب انا لازم احمل محمود البنا واكبره وادعمه واعمله ان انا خلاص احطه على الكادر بتاعي الاول، اجي احط رقم واحد في القائمه ابراهيم نور الدين، يعني رقم واحد في القائمه الدوليه، مع كامل احترامي لابراهيم نور الدين، ابراهيم نور الدين ها، وما حدث له وما تعرض له في السابق، محمود البنا ياخد يطلع يبقى اعمل ايه؟ علامه كده. طيب تعالى بعد محمود ها، وعدي لي الباقي، يعني قول لي المستويات، تكتشف الماساه يا كابتن. اللي ابن عمته، اللي ابن خالته، اللي ابن اخوه ها مثلا جايبه، ده ولسه بقى اولادهم داخلين، ده عندك 60 حكم
ابناء حكام قدام خلاص مش عيب يا معلش يا استاذ محمود انا في الحاجات اللي زي دي مش عيب طالما طالما مستواي يؤهله يعني ما تزعلش مني بس انا الموضوع ده بيؤثر مش بتكلم انا انت حضرتك احنا مش عايزين نظلم انا مش بكلمك انا مش بقول لك انا مش بشكك ما شككتش في النادي لو مستواي انا بكلمك بقول لك 60 حكم من ابناء الحكام الحاليين لا السابقين هيبقوا موجودين وفي ناس تم اعتمادهم في في الفار وما لعبوش كوره ثواني بس يعني انت بتختار اللي بيحكم على قاعد على على الفار ده هو الحكم المفروض دلوقتي ده اللي بيتعمل في اوروبا خلي بالك اوروبا كده اوروبا بيعتمدوا حكام الفار من دون الحكام اللي ما لعبوش كوره طيب خلاص معظمهم اديني اصل الكوره ده انا سالتك كل ده انا معاك قول لي خد فتره كام فتره التدريب دي ممكن بقى نسال يعني اديني مثلا ايه على الاخطاء اللي هو ارتكبها ها ويبقى والده بيحلل في الشاشه وهو قاعد على الفار يقول لك ده بياخد 95% انا مع حضرتك ده بياخد 80% ده بياخد يعني ما شفتش اكتر من كده يعني عاوز اقول لك ايه لا طيب ال 60 دول هيتم اختيارهم على اساس طب ال 60 التانيين اللي هم مش ابناء حكام هل هياخدوا نفس التعامل نفس الحوافز نفس الاهتمام نفس النظر يعني عاوز اقول لك عندنا مشكله دي انا معاك فيها برضه بص احنا ما بنقللش من حد ومن كل واحد عنده من حقه يفرح بابنه ويقدمه طالما ابنه كفاءه ويستحق بس انا ما عنديش مشكله ولا استطيع ان اقلل الكلام ده ولا استطيع ان اقلل منه لان في الحاله ده هبقى مغرد لكن انا بتكلم اقول لك ايه هل ال 60 التانيين هياخدوا نفس الدوافع نفس الاهتمام نفس الرعايه نفس معلش هعديها المره دي هيصلحها المره دي هنصلحها له الحته هتبقى مع الناس الثانيه هي دي المشكله لا طبعا يعني عاوز اقول لك ايه يعني دي الحدوته انت لازم يبقى عندك ايه إذا ما أردت النجاح وأن تصل إلى القمة لازم يكون معيارك واحد. معيارك واحد ما تشوفش بالألوان، لأ شوف الصح ومصلحة البلد إيه. ليه إحنا غايبين عن المشهد ها بالصورة دي وبعدين؟ لأن إحنا مش عاوزين نبقى إيه؟ يعني إيه؟ يبقى عندنا بس هو جمال غندور هو الدولي العالمي اللي كسر الدنيا مفيش حد يطلع بعده. عصام عبد الفتاح يعني اللي ما جابتهوش مدرسة فمفيش حد بعد كده. طب وبعدين؟ يا جماعه هاتوا سيره مصطفى كامل محمود وشوفوا يا جماعه اتعلموا وشوف كان عم بيعمل ايه الراجل ده الله يرحمه شوف كان عامل ايه للتحكيم وعامل ايه شغل هاتوا سيره علي قنديل وشوفوا واحكوا على التاريخ هاتوا التاريخ لا احنا يعني احنا مستوانا المفروض يكون احسن من كده المفروض احنا المدرسه احنا اللي علمت الناس الكوره في افريقيا أيوة. وفي الدول العربيه ما ينفعش يصل بينا المرحله الان انك انت لما تقول لي مين طاقم التحكيم رقم واحد في مصر اللي انت مثلا تقول خلاص يا جماعه مش هجيب تحكيم من بره مش هينفع هجيب للاهلي والزمالك انا عندي ناس ليه؟ لان هناك ميزان واحد انت بتشوف الرجاء والوداد مثلا في الدوري بيحكمهم رضوان جاي وفي قانون حاسم ما فيش اللي هيخرج عن النص القانون منتظره لكن طالما فيها حسابات اخرى ها وانت كسرت الجزئيه دي بتاعت بالطاقم المحلي وفي ناس نجحت وفي ناس راحت في حته الاحتواء بوظت الدنيا صحيح التحكيم والكره فيها مساله اسمها احتواء صحيح ضميرك وحكمك ما تقوليش اصل انا شايف وانا باصص وانا عامل وانا مسوي لا تحافظ على اسمك وما تحطش نفسك في الدايره في دايره ايه في دايره الشبهات طبعا ها خلاص انت طالما دخلت الاول حميت نفسك طالما بدانا الاصلاح ما احنا بنعتبر او اتحاد الكره بيعتبر واحنا موافقين معاه انه تعاقده مع كلاتنبرج بدايه لمرحله هو بيصلح فيها لازم يحميها منظومه التحكيم خلي بالك لازم يحميه لانه هتبدا في مشكله معاه الراجل بتعمل له مشكله في الاسبوع اللي فات ده في كذا حاجه حصلت حضرتك يمكن ايه محدش يعني القي الضوء عليها زي مثلا ايه اتبعت في محاضرات للحكام فاتبعت مين يحاضر تخيل بقى اتحاد دولي بعد مين كابتن عصام عبد الفتاح بعد كابتن عصام عبد الفتاح ماشي ما احنا كابتن برج ما راحش كابتن برج ما راحش شوف انت لا شوف انت لا يعني مثلا انت عندك شمال افريقيا عصام عبد الفتاح واخر حكم من تونس وحكم من الجزائر قاموا بعتين الثلاثه دول راح بعتين مين كابتن عصام عبد الفتاح بس يمكن عشان في مصر ايوه تونس هيبعت لتونس لا ما بتاع تونس راح الجزائر اوكي وعصام راح تونس اوكي وفريق بتاع الجزائر راح فين؟ مصر يجي مصر ما حصلش الكلام ده يبقى انا بعمل عليك ايه؟ ما دلوقتي خلاص دي معركة اسمها معركة البقاء لابد من إفشال مهمة هذا الرجل بشكل أو بآخر وهتشوف الموسم الجاي حاجات هتتسرب للاستوديوهات التحليلية لإظهار العيوب الخطيرة وإظهار المشاكل وإظهار كذا فإذا لم يكن اتحاد الكورة واضح وصريح
وحمى التحكيم بتاعه وحمى الراجل اللي جايبه لانه عنده هدف ملوش غرض. لابد اتحاد الكوره ملوش غرض، غرضه ان مسابقته تنجح، يبقى نوفر للراجل كل الامكانيات واقطع. ها؟ دابر اي حد يتدخل او يحاول يشوش او يحاول يعمل مشكله ويكون عندي قوه ومراقبه كبيره جدا على محاوله التقليل من العمل اللي انا بقومه. فبعمل ايه؟ بعمل حمايه للحكم بتاعي، بعمل حمايه لاداره التحكيم عشان اطلع موسم قوي. اذا ما تمش هذا الامر من البدايه بلائحه قويه مختلفه خالص تواكب اللي احنا بنعيشه وتنفذ، لابد ان تمتلك اليات التنفيذ وتضرب بيد من حديد على الكبير اولا، مش الصغير، مش تخوف اللي تحت، خوف اللي فوق الاول. ماشي، اذا ما خوفتش اللي فوق وخوفته بجد وعرف وعمل لك حساب، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. اذا غلط التحكيم، اذا ارتكب اخطاء كبيره، حاسبه. لازم عندك ده، عندك عقابك، عندك عقابك. طيب خليني بس اطلع فاصل عشان بعد فاصل اسالكم، لانه انا مثلا اتقال انه اللاعب اللي هيعتدي على حكم او هيتكلم بمع طريقه هيدفع 25000 جنيه، ده من ضمن الشروط ده لو نزل. لا ده لو نزلوا الملعب، مش اعتدى، لو نزل، لو مسؤولين النادي لو اعترض على قرار الحكم، دخلوا ارض الملعب، صح، اعترضوا، صح، هيبقى اعترض، صح، صح، او طلعوا بره وتلموا حواليه هيبقى برضه في عقاب. عقاب تاني. وبالتالي هل ده، طيب بما اننا بنسمع ده عن اللعيبه، طب ليه ما نسمعش عن الحكام كمان؟ بعدين في نفس الوقت يجب ان يكون هناك قانون للتحكيم وجهه نظري يخص الحكم، بمعنى ان احنا الاول نحل للحكم وجهه نظري برضه، ان احنا نحل للحكم كل مشاكله عشان نقدر نتكلم معاه. مزبوط. في تحقيق العداله التحكيميه. صحيح. بعد الفاصل ماذا سيحدث مع الحكام خلال الفتره القادمه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. 25000 جنيه في حاله الاعتراض على الحكم، ده هيبقى قرار معلن من الاتحاد المصري لكرة القدم او من رابطة الأندية ايا ما كان يعني المسمى، لكن في النهاية هو قرار سيتم اعلانه. تمام. سيتم تطبيقه خلال الفترة اللي جاية. طيب لو نظرنا للموضوع، من ادفعها يا كابتن اسلام؟ نعم، من ادفعها؟ يعني لو زلنا 5-6 من الفريق كلنا نعترض على الحكم، هتبقى 25 تيار النادي اللي بيدفع ولا 25 على الواحد؟ ما هو اللي انا افهمه يعني ما اعرفش صح ولا لا، لكن اللاعب اللي بيدفع، اللي هيثبت عليه، انا اسف، النادي اللي بيدفع ولكن بيتخصم من مستحقات اللاعب على شهر على شهرين على ما اعرفش يعني. لا هو يقصد كان ايامنا احنا كده، ما اعرفش دلوقتي ايه يعني. بسالك، لا بسالك، الجهاز كله نزل اوكي اعتراض على الحكم، حلو، هتبقى 25 على الكل ولا 25 على واحد؟ لا على كل واحد طبعا، على كل واحد واضحه، هي واضحه كده، مفيش جمله يعني وقطاعي، هي على كل واحد، على كل يعني واحد، مفيش حاجه اسمها كده اشترك في الاعتراض. وبعدين يعني بيني وبينك احنا المنظر ده برضو ما احنا مش عايزين نشوفه. ماشي انا معاك، ولكن بس على فكره ده على الجانب الاخر لو الحكم اخطا، لا هو اول حاجه ده قرار، القرار ده انا بعتقد ان هو مش جديد، القرارات دي موجوده. انا هقول لك اللي حصل مؤخرا. ما دي اللائحه اللي بتتعمل، دي اللائحه اللي بتتعمل، دي الحاجات اللي اتسربت من قبل كده، ما كانش فيه، انما لا لازم يكون فيه عقوبات. ايوه يا ريس فعلا انا معاك فيها، اعتراض على الحكم. انا خلينا ما هياش يعني، هي كابتن سبق قد سبق. لا انا اقصد ان هي، لكن احنا دلوقتي في داخلين في ماتشين افريقيا، وبعد كده هترجع على طول تاخد الدوري العام. لا طبعا القرار مهم جدا، حلو جدا وقرار كويس وكلنا معاه، و25 لا خليهم 100000 100000 صح. انا ما عنديش مشكله، تمام، لكن اذا اتضح ان هناك حكم خسرك 3 نقاط او لم يطرد، وهو لم يطرد لاعب وكان يستحق الطرد، وحرمك من ضرب الجزاء، حرمك من ركله الجزاء، او حرمك من 3 نقاط، عارف الاجابه؟ إيه؟ عارف انا كراجل اهلاوي وانت عملت معايا كده، عارف الاجابه؟ هعمل انا ايه؟ الاجابه هتبقى ايه؟ إيه من المسؤولين في لجنه الحكام واتحاد الكوره، الحكم بشر، انا بقول لك بس الحاجات اللي هتتقال، الحكم بشر يخطئ ويصيب، ولا يجب او يجب عدم الاعتراض على اي قرار يقوله، ما هو لاعب بشر. لكن وبعدين يجي عشان يقول لك لو انت عايز تعيد مباراه لازم الحكم يعترف. انا نفسي اعرف حصلت ازاي ويعلن يعني ده، ما حصلت، ما هو دي كلها حاجات ايه، حاجات تعجيزيه. القرار هيبقى مين يا استاذ جمال؟ ما انا بقول لك القرار هيبقى للحكم اللي في الساحه، مش رقم واحد، ولا اللي قاعد جوه؟ لا الساحه طبعا، لا لا حكم الساحه والمسؤول عن الكل، حكم الساحه والمفروض ايه؟ طبعا. طيب لو اللي جوه اخطا، مين اللي جوه؟ الفار؟ الفار مش علاقه، هو الحكم الساحه، لا هو حكم الساحه طبعا. طيب هو هنقول حضرتك انك انت مش من هيقول لك ايه، مش من الصالح اعلان عقوبه
بالظبط الحكم. اهو ده اللي انا عايز اوصل له. انا عاوزين ده اللي عاوزين نوصل له ده. طيب ماذا سيستفيد النادي الذي انفق الملايين بالظبط على لاعبين واجهزه ايوه وتكاليف تفوق البشر، ويجي واحد مع كامل احترامي ليه يخسرني دوري، خسرك بطوله. انا اسف يا استاذ جمال، انا اسف يا استاذ محمود، النادي الاهلي سبب من ضمن خمس اسباب التحكيم، لكن السبب الاول هو التحكيم وجهه نظري على فكره. فبقى لنا سنتين طب انا كنادي اهلي استفدت ايه؟ انا مش انا وحش وبتاع، مالكش دعوه بكل ده، انا مش مع ده التحكيم. مش إيه؟ مع اديني حقي وانا وحش، اديني حقي وانا وحش بالمساله دي. انا وحش ما بلعبش، اديني حقي بس. انا كل ما بحاول ان انا اعمله قراءه ما سيقال. يعني انا دلوقتي يعني انا مش موافق على انه نادي الاهلي او اي نادي اخر يتعرض لظلم تحكيمي طبعا. خلي بالك مش الاهلي فقط، كمان هو اللي اشتكى الاهلي 17 نادي. يعني اذا كان التحكيم له دور، او الاخطاء التحكيميه لها دور في تغيير مجرى ماتشات طبعا خالص. لكن هي المشكله انه الاول لازم نعمل اهتمام شديد جدا بالنهوض بمستوى الحكام وتوفير كل العناصر والعوامل. استمرت الاخطاء، استمرت عملنا الأخطاء. النهوض يا ريس، ما انا هقول لك اهو. انا بقى ايه، لا اتمنى ان انا اقول ده بس هو ده الواقع. هو ده الاحسن اللي انا قلت لك عليه ده. انا مش بقول كده بمعنى ان انا موافق عليه. يعني انا ساعات لما بلاقي حكم ظالم ظلم باين، لا انا بقول ايه، طب واعمل له ايه ده بقى؟ اروح منه فين يعني؟ يعني انا كمشجع حتى ما هو ده ببقى قاعد اشد في شعري. بس الناس تقعد تقول لك ايه الفتنه والمش عارف ايه، وانتوا بتعملوا وانتوا قنوات يعني صح. لا مش كل، لكن خليني اقول لحضرتك، انا كمشجع اهلاوي وشايف ان الحكم بيظلمني في ماتش واثنين وثلاثه واربعه، لا حاجه تموت طبعا. 14 نقطه، انا فاكر السنه اللي فاتت عملت 14 نقطه على انت عملت احصائيه حلقه كامله واضحين يعني مفهومش. مثلا ايه لو جبت واحد ما بيشجعش الاهلي وقعدته هيقول لك هيقول لك طبعا حقيقي. طبعا طيب 14 نقطه لو انا خدت منهم 10 وانا اشوف نهايه الدوري بكام ووصلت لكام كنت زماني خدت الدوري لما اتذكر يعني. طبعا امال ايه، لان انا بالنسبه لي عندك ماتشين ثلاثه من حصه الدوري معاك، ماتش المقاولين، ماتش فاركو ما دول يخلصوا. ماذا حدث في ماتش في مباراه المقاولين؟ الكابتن محمد عادل الباك يمين امير عابد مع حمدي فتحي فاكرين؟ ايوه طرد الواضح في ولم يتم طرده. خلي بال حضرتك، هو كلامي مش معناه ان انا موافق على اخطاء التحكيم بهذا الشكل، لا ده انا بحب اوضحها ليه؟ بس انا بوضحها لان انا الرد هيبقى كده. يعني الرد ايوه يا استاذ جمال، حتى ما عنديش مشكله. لماذا لا يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم يا فندم قد يكون حد من اتحاد كره القدم قاعد بيتفرج علينا يطلع بحاجه بالظبط يحاول ينفذها وماله؟ ما احنا عشان كده بنقول مش معنى الاخطاء البشريه انك تظلم نادي يستحق اللقب او صحيح. تخلي نادي يهبط صحيح بسبب اخطاء التحكيم. اذا لم يشعر الحكم اذا لم يشعر الحكم ارتكب خطا في مباراه ما ولم يكن هناك عقاب باي شكل من الاشكال سواء ارتكب خطا عن طريقه هو، عن طريق قراره او عن طريق تسليم بقرار من يجلس في غرف الفار، او عن طريق احد مساعده. انت عارف الاجابه انت عارف الاجابه. من عارف هيقول لك ايه؟ من هقول لك ايوه حتى العقوبه احنا بقى مش سريه. ماشي مش انا عايزها سريه. انا بقول مين اللي عايزها سريه؟ انا عايزها سريه. ما تقوليش يا عم الحكم عاقبته بايه، مش مشكله عندي ازاي يعني. بس انت لازم يبقى في سواء يعني في عقاب. مش هعلنها لك يا كابتن، مش هقول لك ان انا عملته ايه. ما انا كلاعب هعرف ازاي. انا هعلنها بلاش كمشجع. هعلنها من فين يا فندم؟ هعلنها من القرار نفسه انت هتشوفه ده ظهر في الحدوته ولا لا، بدليل او فكرك الموسم الماضي لما في امين عمر في اللقطه بتاعه رامي ربيع مش قامت الدنيا وقال لك خلاص امين مش تاني ماتش، مش كان امين عمر في حكم تقصد ان تاني ماتش ما يبقاش موجود هو تاني ماتش تالت ماتش رابع ماتش اخفيه المفروض هنا يبقى نوع من العقاب. وكده كده هو ايه يعني، عاوز اقول له هو الحكم يا جماعه مش احسن من لعيب الكوره بالظبط. يعني لعيب الكوره هو بطل المشهد، فانت بتيجي لعيب الكوره لما يقطع تمام، لما يقطع هو اللي انت عايزه بتعلق ورقه كده بتقول تم ايقاف فلان الفلان في اوضه اللبس، في غرفه اللبس بتعمل كده وبترق العقوبه بتاعته. اللي انت عايز تحس بيه ايه؟ انه الحكم انه في حساب، ان الحكم المخطئ بيتعاقب.
يعني بمعنى ان هو ما يبقاش عامل عاكك الدنيا وتلاقيه بعدها بماتش عادي شغال. يعني يعني ما الامور ما حدش حاسس بيها. صحيح. وكمان ما يطلعش مسؤول في لجنه الحكام يطلعه صح 100% وكل اللي بيتقال عليه غلط. وده تحدي برضه. لا لا ده لا لا حضرتك بتتكلم على السنه اللي فاتت. لا 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 ما انا بتكلم كده. هو كلاتنبرج ده لو عمل كده دي تبقى مصيبه. بالعكس ده المفروض ده مش انت هيحصل. انت مش تطلع تدافع. على الاقل هنتحرم شويه من تصريحات الكابتن عصام. بصراحه يعني الكابتن عصام كان كثير التصريحات الغريبه. بجد لا وكان بيدافع على طول. انا سمعته برضه حتى بعد ما ساب لجنه الحكام. بس انا الحقيقه مش هرد يعني على هذا الكلام. انا مش هرد. قال لك انا كنا هنقاضي. كان داخل مع الزميل عزيز هاني حتحوت. سمعته. وقال الكابتن عصام كنا هنقاضي النادي الاهلي في البيان اللي قاله ان هو كذا وكذا وكذا. ولكن بس احنا ردينا وخدنا حقنا. فانا الحقيقه انا مش هرد على الكابتن عصام خلاص لانه اصبح خارج المنظومه. تمام. وبالتالي يعني انا مش حابب ان انا ارد عليه دلوقتي. هبقى جوه المنظومه مش خارج المنظومه. خارج المنظومه هنا لكن موجود في الاتحاد الافريقي وموجود في الاماكن. وهنشوف. ما انا عشان كده برضه هنتفرج وهنتابع. انا سؤالي اللي جاي هو بس خلينا اخر سؤال يعني. عارف عارف هيحصل ايه يا كابتن اسلام؟ معلش معلش استحمل. لا لا ليه؟ هتبقى في برشامه. هيبقى في برشامه كده. خد والنبي برشامه بتاعت المذاكره. خد يا خد بصوص. خد لا لا خد يا خد خد والنبي يا جمال بصيها لنا بس اللي قاعد في الاستوديو بس. فاكر انت اللقطه بتاعت ضربه الجزاء بتاعت الاهلي والزمالك؟ عشان نطلع الحكم الاجنبي ونقرر حكم اجنبي خطا فنبرر كذا. فيجي الناس اللي من بره اللي هم اساتذه عصام عبد الفتاح واللي هم كسروا الدنيا في التحكيم. قال لك ايه ده؟ وفي ايه؟ مين ضربه جزاء ايه؟ لما تسعى لتبين وعاوز تنتصر وانك انت الغرورك واخدك وتجد انه بتحاول تبرر كل شيء عشان تبان انك انت ما بتغلطش. دي كارثه في حد ذاتها. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. انت عاوز تبرر يا كابتن عصام انك انت ما بتغلطش. يا كابتن عصام ما يصحش. يعني انا بقول لك يعني خلاص بقى عشان هو كابتن عصام دلوقتي ما يصحش. يعني قول الحق مره واحده في حياتك. قول الحق مره واحده. الاهلي النادي الوحيد اللي ما لمسكش الكلمه يعني ما جاش ناحيتك. هو احنا عشان في ناس ثانيه اتكلمت انت ما قدرتش ترد. ما قدرتش ترد. خلينا بس لا خلينا نتكلم على احنا بنبدا موسم جديد. بالظبط. وصفحه جديده. بالظبط. فاحنا بنقول على ما يجب ان يكون. بالظبط كده. ونتمنى أن يحدث ما جمال نتمنى. أتمنى أستاذ جمال أستاذ محمود. وأنا بدعو حضراتكم مع أي عدد من الحكام. اتفضل. حضراتكم تقدروا تجيبوهم ليهم مشاكل. وماشي. أو حتى من خلالكم. يعني أنا ما عنديش مشكلة. ونقول الأسماء يعني. ماشي. أو عشان اللي حابب يقول رأيه يعني. حابب يقول رأيه واللي عايز يقول أي حاجة فيما يخص. ماشي. مشاكل الحكام اللي عايزين يعرضوها على أنت قصدك المشاكل اللي هم بيعانوا منها. اللي بيعانوا منها. بحيث إن إحنا برضو نساعد على بالظبط. لما اتحاد الكره او المسؤولين في اتحاد الكره وكلاتنبرج يسمعوا الكلام بتاعي وبتاع فلان وبتاع حضرتك في الجورنال عندك وبتاع الاستاذ محمود في الجورنال عنده وفي كل واحد في موقعه وفي كل واحد في كذا. اعتقد من الممكن ان نجد تلبيه لرغبات الحكام ولو جزء بسيط منهم يؤدي في النهايه ان انا لما اقدر احاسب او لما اقدر انا اسف انا مش بحاسب ولكن لما اقدر انتقد اداء حكم يبقى عندي حق. انا برضو الواحد بيحس ساعات ان هو الحكام دي ما بتاخدش كل حاجه. مش كلهم. مع احترامي. اي طبعا. مع احترامي. طبعا مش كلهم. مش كلهم. يعني في ناس واخده الموضوع يعني عامل زي المنشار. انت فاهم قصدي؟ لكن لكن انا بتكلم عن وانا بدعو حضراتكم اي وقت حضرتك من خلالكم عايزين ينورونا في البيت الكبير الاسبوع الجاي ناس معينه او ناس مفتوح الموضوع يعرضوا كل مشاكلهم نبعت لهم كاميرا وناخد منهم الكلام ونعرضه. مفيش مشكله خالص. خلاص. لكن في النهايه اتمنى ان ده يحصل لانه في النهايه بنبحث عن عداله التحكيم فقط لا غير. صح. اللي يكسب في الملعب يكسب. اللي يكسب في الصفقات يكسب. بالظبط. ما عنديش مشكله. لكن العداله التحكيميه هي جزء كبير جدا جدا من عداله كره القدم ومتعه كره القدم. بالظبط. استاذ جمال انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودكم معانا. انا بشكر حضراتكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله اشوف بكره حضراتكم على الف خير.